الاثنين على بي ان سبورتس 1. أكاديميكا كوينبرا إستوريل برايا، الأسبوع 18 من الدوري البرتغالي، الاثنين على بي إن سبورتس 8. أينما كنتم سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام عبر بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم معنا في تغطيتنا الرياضية المتواصلة والحصرية لأحداث الدوري الإيطالي. حياكم الله معنا في هذا الاستوديو للحديث عن آخر مباراة لصالح الجولة 23 من الكالتشو. إنتر يستضيف ساسولو على أرضية ملعب جوسيبي ميازا، على أمل أن يوفق الإنتر في تحصيل فوز في عام 2014 بعد أن غاب هذا الفوز من آخر مباراة كانت للإنتر أمام الميلان في ديربي مدينة ميلانو. قبل الحديث عن هذه المباراة المهمة جدا بالنسبة للإنتر وكذلك بالنسبة لساسولو للابتعاد عن منطقة الخطر بما أن ساسولو في المركز قبل الأخير، دعونا نرحب بمحللي الفنيين للبي إن سبورتس. أبدأ بسمير السليمي. سمير مساء الخير. مساء النور مهند، تحية ليك وللجميع. دعونا سويا مشاهدينا الكرام نرحب بأليساندرو التوبالي نجم الكرة الإيطالية سابقا ونجم الإنتر. مساء الخير أليساندرو، ليلة صعبة. أتمنى أن لا تكون ليلة صعبة. عشنا يوم صعب اليوم لأول مرة، يوفي وروما لا يفوزان ولم نرى تفوق. المهم قلوب الملايين مع أليساندرو الليلة. Stasera noi بالتأكيد نتمنى يجب أن نتابع هذا الانتصار رغم أن المباراة أمام المتذيل أو المركز قبل الأخير لأنها لن تكون سهلة على الإنتر الذي لا يقدم عروض قوية في المباريات الأخيرة. يكفي أنه لم يسجل الفوز منذ أكثر من 10 مباريات سواء في الدوري أو في كأس إيطاليا. لكن قبل الحديث عن هذا اللقاء مشاهدين الكرام دعونا نشاهد نتائج الجولة 23 كذلك الترتيب العام والمباراة الليلة بين إنتر وساسولو المباراة الأخيرة لصالح الجولة 23 وكذلك مشاهدينا الكرام ستكون لنا جولة سريعة عن أبرز المباريات التي لعبت لصالح هذه الجولة. بطبيعة الحال مباراة الجولة لاتسيو روما ديربي العاصمة، كذلك مباراة فيرونا يوفي ونابولي ميلا. لكن دعونا نشاهد النتائج. فيورنتينا يفوز على أتلانتا بهدفين نظيفين، أودونيزي يفوز على الكييف هناك في أودينه بثلاثية نظيفة، نابولي في سان باولو بثلاثية مقابل هدف للميلان، تورينو ينهزم أمام البولونيا في المعقل هناك بتورينو بهدف لهدفين لصالح البولونيا، لاتسيو روما ديربي روما ينتهي بالتعادل السلبي، ليفورنو جنوى لصالح جنوى بهدف نظيف، بارما كاتانيا التعادل السلبي، سامدوريا يفوز على كاليري بهدف نظيف، وفيرونا يوفي في مباراة مثيرة جدا بهدفين لهدفين وفيرونا يستطيع أن يخطف نقطة على أرضي أمام عملاق إيطاليا الذي يتربع في الصدارة بستين نقطة يبتعد بتسع نقاط
عن روما. روما لديه مباراة مؤجلة أمام بارما، نابولي في المركز الثالث، فيورنتينا يعزز المركز الرابع، فيرونا في المركز الخامس، إنتر الذي يواجه ساسولو الليلة في المركز السادس، بارما، تورينو، لاتسيو، جنوا. ميلان في المركز الحادي عشر علامة استفهام كبيرة جدا حول هذا العريق، سامدوريا، أتلانتا، أودونيزي، كالياري، بولونيا، كييفو، ساسولو، ليفورنو وكاتانيا. إذن ساسولو في المركز الثامن عشر، ثم ليفورنو، وأخيرا كاتانيا متذيل. الترتيب العام مباراة الليلة، إنتر ساسولو سوف تكون بتعليق الزميل حفيظ الدراجي. مثل ما نوهت مشاهدينا الكرام، قبل أن ننتقل ونتحدث عن مباراة الإنتر ساسولو، آخر مباراة لصالح هذه الجولة، الجولة الثالثة والعشرين من الكالشو، دعونا نبدأ ونتحدث عن مباراة الديربي، ديربي روما، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. هي نقطة مهمة جدا بالنسبة للاتسيو، وخسارة نقطتين بالنسبة لروما الذي يلعب من أجل التتويج باللقب. يبدو صعب جدا في ظل تألق اليوفي الذي أيضا يعتبر خسر نقطتين مهمتين أمام فيرونا. وحتى لو كانت هذه المباراة خارج الديار، فاليوفي عودنا وعود مشاهدي بين سبورتس وعشاق الكرة الإيطالية بالفوز. أبدأ مع أليساندرو، اليوفي يخسر نقطتين مهمتين خارج الديار، لكن روما يخسر نقطتين في الديار في الديربي أمام لاتسيو. روما كان يحتاج لهذا الفوز لعدة جوانب، منها مواصلة اللحاق وتضييق الخناق على اليوفي، وثانيا مباراة الديربي. نعم بتأكيد، اليوم يوفنتوس أضاع فرصة ثمينة للابتعاد عن روما. كان متقدما على فيرونا هدفين للصفر، ومثل ما حدث ضد الفيورنتينا اليوم تعادل حينها مع تيميو فرانكي، خسر 4-2. اليوم تعادل ضد فيرونا الذي مر بفترة طيبة، الذي يعيش موسم استثنائي، عليه المركز الخامس، فريق ماندوريني يلعب كرة جميلة ولا يستسلم أبدا. عدل النتيجة في الدقيقة 93-94 في اللحظات الأخيرة، ولم يسمح لليوم أن يبتعد وأن يكسب نقطتين على حساب روما. روما لعب مباراة جيدة، خصوصا في الشوط الثاني. ما الذي نقصه هو الهدف. لاتسيو فكر فقط في الدفاع، روما كان يريد الفوز، في حين لاتسيو لعب وسعى من أجل التعادل. حتى روما اليوم أضاع نقطتين، لأن نابولي اقترب المركز الثالث، كسب نقطتين على حساب روما. الفرق التي كسبت النقاط هو نابولي وفيورنتينا، والآن ليلة على الإنتر أن يفوز. في حال فاز على ساسولو قد يعود إلى المركز الخامس. سمير، في المواسم القليلة الماضية كنا نقول بأن التعادل يكون عادل بالنسبة لفريقين كبيرين وبالنسبة لحساسية هذه المباراة. بما أن هذا الموسم هو استثنائي بالنسبة لروما، اليوم أصبحنا نقول بأن روما خسر نقطتين في مباراة الديربي. صرح ديريا قبل اللقاء، قال أريد التعادل، وتحصل على التعادل. كيف تحصل على التعادل؟ هذا لا يهم جماهير لاتسيو، المهم نقطة من أمام روما. إذن ريا ولاتسيو حقق المراد، لكن روما يضيع نقطتين مهمتين، خصوصا بأن اليوفي تعادل. صحيح، أكيد أن روما أضاع نقطتين ثمينتين، ولكن نحن نتكلم على ديربي، والديربي دائما ما يكون فيه مفاجآت. عندما نتكلم عن ديربي لا نستطيع أن نتكلم على قوي وضعيف، عن فريق قريب من انتصار وآخر غير قريب من انتصار، وبالتالي الديربي هو ديربي الغموض والمفاجآت. اليوم روما فعل كل شيء، وريدو غارسيا أراد الانتصار، لعب بطريقة هجومية، حتى تغييراته في الشوط الثاني كانت هجومية بحتة، ولكن الحظ من ناحية، عدم التوفيق من ناحية أخرى، جاءت إلى روما عدد كبير من الفرص ولم يتوفق في تسجيل ولا واحدة. في المقابل فريق لاتسيو، ما يحسب ضد روما سمير هو عدم مقدرة الفريق على ترجمة الفرص التي تحصل عليها، خصوصا في الشوط الثاني، وهذا هو الإشكال. هناك عجز في الخط الهجومي. صحيح، وهذا هو الإشكال في هذه المباراة، لأن روما كثيرا ما يسجل الأهداف، لكن الأهم أن روما يخلق فرص، وهذا الأصعب. ولكن اليوم لم يوفق روما في تسجيل الأهداف، ولكن نقول أن روما لم يخسر نقطتين، لأنه لعب ديربي، وديربي قوي،
ولكن من ناحيه الدرب لم يخسر، لكن من ناحيه المنافسه على اللقب والابتعاد على نابولي في الشامبيونز ليج هو خسر. لو تقارن احنا قبل المباريات نتكلموا على اليوفي فيرونا ونتكلموا على لاتسيو روما، نقولوا ان اليوفي اقرب لكسب النقاط، هي جوله في صالح اليوفي مع احترامي لفيرونا، مع واليوفي كان متقدما بهدفين لصفر واضاع 3 أو 4 اهداف وفي الاخير يتعادل. ساجعلك سمير تكمل هذه النقطه. اعذرني يا ليساندرو، دعنا نستمع لرودي غارسيا ماذا قال بعد هذا اللقاء، واعود ونتحدث أكثر عن هذا اللقاء المهم بين الكبيرين هناك في العاصمة الإيطالية روما وكذلك في إيطاليا بأسرى. نتابع رودي غارسيا ماذا قال. الليلة سعينا للفوز ولقد بذلنا أقصى جهدنا للتسجيل، ولكن ربما لم نكن في الوقت المناسب في المكان المناسب ونقصتنا اللمسة الأخيرة. أنا سعيد وراض عن فريقي. الفريق حاول بشتى الطرق أن يسجل، ولكن عندما تلعب ضد فريق يدافع فقط ليس بالأمر السهل. عليك أن تسجل الهدف الأول، ولم نسجل الهدف الأول. إذن النتيجة عادلة؟ لا لا بالتأكيد لا، أتيحت لنا فرص كثيرة، ولكن علينا أن نكون مركزون، ومن ثم حتى في التقييم يجب أن نكون واقعيين. بريشة قام بتصديات ممتازة. إذن مفاجأتكم باستوس الذي لعب المباراة الأولى مع روما، نعم كانت مباراة جيدة، دخل في أجواء المباراة شيئا فشيئا، لعب بحماس، هاجم، ضحى، سعى للتسجيل للمساهمة. بالتأكيد دخول موفق فهذه مباراته الأولى مع روما. أنا سعيد بأداء اللاعبين هذا. أولا النتيجة غير عادلة، لعبنا لكننا لم نستطيع أن نسجل الهدف. هل هذا يكفي لمدرب يدرب فريق أولا عليه أن يضمن مكان مؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا وهو المركز الثاني، ثم التفكير في منافسة اليوفي على لقب السكوديتو؟ هل هذا يكفي كباتن؟ غارسيا كان محق. روما لعب مباراة جيدة، لا تدافع، دافع، لم يجد الهدف. روما وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة، كان بإمكانه أن يكون أكثر حضورا في التغييرات، حينها خصوصا عندما أخرج فلورينسي كان يجب عليه إقحام ديسترو وتغيير مركز توتي. ولكن إذا وفي حال مصطلحات لا أهمية لها بعد نهاية المباراة، الشيء الوحيد والملموس والجلي أن روما لم يستغل التعادل اليوفنتوس، وضع نقطتين لأن نابولي اقترب على بعد 4 نقاط الآن. لذلك كانت جولة سلبية بالنسبة لدوري. إذن روما خسر 4 نقاط، لم يخسر نقطتين، نقطتين أمام لاتسيو ونقطتين من اليوفي. إذن علي إعادة حسابات رودي غارسيا إذا ما أراد فعليا أن ينافس على اللقب أولا سمير، وأن يضمن مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا. لو لديك إضافة بسيطة على المباراة لاتسيو، أريد أن أنتقل معك في مباراة يوفي فيرونا. إضافة بسيطة، أهداف روما من أول الموسم هو التأهل ضمان مكان في الشامبيونز ليج، وإلى حد الآن هو ناجح. واليوم روما في نصف نهائي الكأس وهو ناجح، إذن إلى حد الآن موسم ناجح بكل المقاييس لروما ولمدربه رودي غارسيا. نعم، دعونا نكتفي بهذا القدر عن ديربي روما بين لاتسيو روما، تعادل السلبي بين الفريقين. اليوفي أليساندرو، اليوفي يمكن أن نقول بشكل واضح جدا وللجميع بأنه فعلا خسر نقطتين مهمتين بالنسبة لليوفي. ما ألورا لا يوفنتوس لم يضيع نقطتين. لو فاز اليوفنتوس ومع روما كذلك فاز، لم يتغير الوضع. إذن جولة ظلت كما هي فيها الأحوال. الآن الجولات أصبحت أقل قبل نهاية الموسم، إذن الجولة أصبحت على أي حال إيجابية بالنسبة لليوفنتوس. نحن الآن نفكر في الجولة رقم 24، انتهت الجولة والوضع ظل كما هو كما عليه. مع ذلك شئنا أم أبينا أليساندرو سمير، اليوفي سقط. صحيح، هذا سقوط بالنسبة لليوفي. من فترة طويلة اليوفي ينتصر واليوفي يسجل أهداف واليوفي لا يقبل أهدافا أو لا يقبل كثير من الأهداف. اليوم اليوفي قبل هدفين، اليوفي كان منتصرا ب2-0 وأضاع 3 أهداف واضحة
ثم في الأخير سقط اليوفي في فخ التعادل. إذن هناك إشكال لدى اليوفي في هذه المواجهة، إشكال على مستوى التركيز خاصة، لأنه يعني نحن نعرف أن اليوفي من نقاط قوته التركيز التام طيلة المباراة. اليوم اليوفي سجل هدفين، اطمأن على اللقاء وأضاع تركيزه فأضاع نقطتين ثمينتين. صحيح كلام مستر أليساندرو لما يتكلم على فارق النقاط، واليوفي لم يخسر نقاط، الفارق هو نفسه وهذا صحيح، ولكن حتى على المستوى المعنوي مشكلة اليوفي ليس نقاط، مشكلة اليوفي ليس الصدارة. اليوفي اليوم يسقط اليوفي أمام فيرونا، حتى لو كانت المباراة في فيرونا هذه دلالة على أن هناك شيء ليس في محله. اليوفي اليوم وللجميع ليس الفريق الذي لا يقهر، اليوفي خسر من الكأس مع روما واليوم يتعادل وكان منتصر، إذن هناك نقاط ضعف لدى اليوفي، وبالتالي يمكن لباقي الفرق عندما تواجه اليوفي أن تترك ربما مركباتها جانبا وتلعب الند لند مع اليوفي الذي يمكن أن تسجل ليه، خاصة اليوفي مع عدم إبخاس حق فيرونا في هذه صحيح المباراة. صحيح فريق أكيد تألق وفريق أكيد كان ولازال مفاجأة هذه هذا الموسم بالنسبة للكالتشو. عذرا ليساندرو يجب الذهاب إلى مباراة أخرى في ميلانو، الميلان ينهزم أمام نابولي، هذه سقوط لسيدورف، لكن المشكلة ليست في سقوط الميلان بقدر ما هو السقوط في هوية التشكيل، في هوية التكتيك بالنسبة للمدرب. هناك الكثير وهناك الأصوات التي تقول بأنه في هذه المباراة لا يوجد هوية بالنسبة لفريق الميلان. أعتقد أن مشكلة ميلان لم يكن أليغري وسيدورف لن يحل مشاكل الميلان، لا تزال مشاكل الميلان قائمة مع أليغري ومع سيدورف كذلك، ورأينا في المباراة التي فاز بها الميلان فاز فيها الميلان ضد الفيرونا سجل الهدف إثر ركلة جزاء بسبب خطأ فادح وخسادش لمدافع فيرونا، وكان متأخرا في النتيجة ضد كالياري، ثم أتت كرة ثابتة لبالوتيلي وركنية لباتسيني. ضد نابولي واجه فريق قوي تلقى سجل هدف وتلقى الهدف بدون أن يلعب مين مثل الليلان مثل الانتر، ورشة مفتوحة، نرى تغيير في التدريب، نرى تغييرات كبيرة على صعيد التشكيلة، مرة يشتري هوندا ومرة يشتري تعربت، الفريق يزال كما هو لا يزال كما هو. مثل هذا الحال بالنسبة للإنتر والميلان نفس الشيء، يجب إعادة تشييد الفريقين من الصفر. رأينا كلاهما يعاني، الإنتر في آخر 10 مباريات فاز في مباراة واحدة، يعني إفلاس مدينة ميلانو، إفلاس هوية بالنسبة لفريقين كبيرين، إفلاس على مستوى التكتيك. وربما الشيء الإيجابي الوحيد بالنسبة لمشجع الميلان أقصد هنا في العالم العربي هو أول مشاركة بالنسبة لتعربت مع الميلان، هدف ولا أروع. ربما هنا تعربت على الصعيد الشخصي، لكن على صعيد المجموعة هناك معاناة. سأعطيك الكلمة لتعلق على مستوى تعربت سمير وليساندرو، لكن مشاهدينا دعونا نستمع ماذا قال تعرب بعد أول مباراة لعبها وأول هدف له في إيطاليا، نتابع. بالطبع هي بداية متميزة للغاية، ولم أكن أتمنى ما هو أفضل. بدأ الفريق وأنا أيضا بطريقة ممتازة، وأحبست هدفا مبكرا قبل أن تمضي ربع الساعة الأولى. أنا أحبست أول هدف لي مع ميلان، وهو حلم لأنه حدث في أول لقاء لي، ولكنني محبط بسبب النتيجة. يجب أن نستمر في العمل ونتجاوز هذه الهزيمة، والفوز سيأتي لاحقا. لم أكن أتوقع أن أسجل هدف في أول لقاء لي، ولكن علي أن أعمل بقوة داخل الميدان، وأنا جديد على الفريق وهذا ما كنت أتمنى. أنا ألعب لفريق قوي مثل ميلان ونواجه أحد أقوى فرق المسابقة نابولي، وبالطبع أن التسجيل في هذه الفرق الكبيرة يسعدني. نحن نلعب كرة قدم من أجل الفوز، سعيد بأدائي ولكنني محبط لأنني كنت أتمنى أن يكلل ذلك بفوز الفريق. بالطبع الهدف يعني الكثير، لأن البعض قال أنني قد لا أكون لاعب بقيمة حجم ميلان، هي مباراة واحدة ولكنني أتمنى أن أقدم أداء متميز في كل لقاء. التهديف أمر هام لأنني أمثل عائلتي وبلدي المغرب، كل أصدقائي وعائلتي شاهدوا الهدف والمباراة، ولهذا فإنني في قمة السعادة.
الأكيد مشاهدينا الكرام بأننا كعرب نفرح كثيرا حين يتعلق لاعب عربي في الملاعب الإيطالية. الأكيد أننا نكون فخورون جدا بالمستوى الذي قدمه تعربت في الميلان في أول مباراة وتسجيل هدف والأروع. لكن من غير المعقول بالنسبة لفريق بحجم الميلان أن نلخص الميلان في هدف جميل. الميلان لا يعتمد لا على أسماء ولا على أهداف. الميلان لا يعترف إلا بالنتائج الإيجابية إلا بالتتويج واعتلاء منصات التتويج. فريق ألقاب الميلان فريق ألقاب وفريق كبير. لو تتذكر مهند تكلمنا على سيدورف، أول تصريح لسيدورف قال سألعب بطريقة كذا قبل ما يمسك بزمام الأمور للميلان، وهذه غلطة استراتيجية من مدرب غير ناضج أو تنقصه الخبرة، لأنه طريقة اللعب لابد أن تكون على شكل اللاعبين على إمكانيات اللاعبين. هو يريد أن يلعب بطريقة معينة لا تتماشى تماما مع ما هو موجود داخل الميلان. 4-2-3-1 أظنها لا تتماشى مع إمكانيات الميلان، وكان هذا واضح من خلال أداء الفريق. صحيح أنه انتصر في بعض المباريات وبصعوبة كبيرة، ولكن انهزم في الكأس أمام أودينيزي وكانت هزيمة قاسية، وانهزم أمام نابولي أخيرا. نتكلم على مباراة نابولي بالتحديد. قام سيدورف ببعض الأخطاء وتكلمنا عليها، قام بتغيير مركز أباتي ببعض الأخطاء وبالكثير من الأخطاء، بعض الأخطاء على مستوى اختيار التشكيل. هل فهمت ماذا يريد سيدورف مع هذه المباراة أنت هي سمير شخصيا؟ هي لا لم أفهم شيء أنا. هي مباراة صعبة، أصعب مباراة لسيدورف، وتكلمنا وقلنا هذه المباراة هي الامتحان الحقيقي لسيدورف. قام بتغيير مركز أباتي من ظهير يمين إلى لاعب مهاجم على اليمين، يشرك تعربت كأول مشاركة له كأساسي، وهذا مهم. تعربت لم يلعب كثيرا من المباريات، لعب بمكسيس ورامي في الدفاع، ولكن الأهم أنه لعب بإسيان في أول مباراة له كأساسي وإسيان لم يلعب كثيرا. إذن أربعة تغييرات أخلت بتوازن الفريق. صحيح أنه تعربت، وهذا كله يشرفنا، أنه تعربت من أول مباراة ليه يسجل هدف ولا أروع، من طراز عالمي، من طراز كبير يظهر إمكانيات هذا اللاعب. ولكن لو تلاحظ مردوده بصفة عامة في المباراة كاملة، هدف في الشوط الأول ومحاولة في الشوط الثاني، ولم يفعل شيئا بخلاف ذلك. لماذا؟ لأنه مركز هذا اللاعب يتطلب لياقة بدنية عالية طلبها منه سيدورف، ولكن تعربت لم يكن جاهزا. لم يكن محظوظ لأن المنافس اسمه صحيح نابولي، ويملك أدوات ويملك مدرب. ربما بهذا الانتصار على فريق كبير كالميلان أصبحت الأمور أهدأ نوعا ما في الجنوب الإيطالي، لأن هناك عدم رضا على مستوى الفريق في الآونة الأخيرة. دعونا نستمع لبينيتز ماذا قال بعد هذا اللقاء، ثم نعود إلى أليساندرو التوبيلي ليعلق حول فريق نابولي وعن بينيتز نابولي. نتابع. بإمكاننا التحسن، ولكن نحن على مستوى جيد. بالتأكيد يجب أن نهنئ اللاعبين على المباراة الكبيرة. هناك شيء ما تغير بعد الهزيمة ضد أتلانتا، ورأينا نابولي مختلف تماما سواء على في روما أو ضد روما أو اليوم. غيرنا الفريق، تغير الخصم، أتلانتا كان ينتظر، وارتكبنا ثلاثة أخطاء وسجل ثلاثة أهداف أتلانتا، ولكن أتينا وعدنا لسان باولو بالعقلية المناسبة ولم نواجه أتلانتا، وجانا فريق آخر واليوم تحكمنا بالمباراة ولم نرتكب أخطاء. خلقنا مشاكل لنابولي في الشوط الأول، لحسن الحظ أخذنا الأسبقية، بعد ذلك تغيرت المباراة. بالتأكيد سيء الحظ الميلان عندما تلقى هدف إيلر، ولكن استحق الفوز نابولي. أين هو كان الفارق؟ أين كان يكمن الفارق بين الفريقين؟ كان يبدو لي نابولي أكثر ديناميكي والأليات ديناميكية أكثر، وفريق جاهز، فريق جاهز بأليات جاهزة، وفريق في أحسن حال. اليوم سجلنا عودة أباتي بعد 50 يوم من الغياب، إسيان مباراته الأولى وحتى تعربات مباراته الأولى، إذن شيء طبيعي أن أتوقع بعد الصعوبات حتى على صعيد الانسجام والتناغم. كان هذا بينيتز مدرب نابولي وسيدورف مدرب الميلان أليساندرو.
Abbiamo sentito Benitez. نعم سمعنا لي بنيتس محق. النابولي لعب مباراة جيدة، انطلق بشكل جيد الميلان، وبعد ذلك عاد بقوة لأن نابولي فريق منسجم ومتماسك وهنالك لحمة، في حين الميلان فريق جديد وورشة مفتوحة. كانت هناك انتدابات جديدة وقدوم لاعب جديد. أعتقد أن نابولي يلعب بشكل أفضل ضد الفرق التي تلعب بشكل مفتوح. عانى كثيرا نابولي ضد أتلانتا لأن أتلانتا دافع ومن ثم استغل هجومات المرتدة. بالتأكيد هذا جعل كفة أتلانتا أقوى. الميلان فريق يلعب بشكل مفتوح ولا يلعب بشكل متحفظ، ونابولي أقوى بكثير من الميلان. في نهاية المطاف كفة نابولي كانت أقوى. وكأنك تقول بشكل غير مباشر بأن سيدورف أخطأ خطأ كبير في مواجهة نابولي بشكل مفتوح. Allora, Seedorf اعترف أن الميلان كان يلعب بعناصر جديدة مثل إسيان تعربت الذي لعب مباراة الأولى ولعب مباراة جيدة. لما أفهم أباتي كجناح في الهجوم، أباتي لعب دائما كظهير أيمن. في البداية كان يلعب في وسط الميدان لا كجناح. الخشية كل الخشية لو نجح في هذا سيدورف، لتحدثنا عن أباتي وعن سحر سيدورف وعن التدريب وما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر حديثا عن أبرز مباراة الجولة 23. نفتح ملف المباراة الأخيرة لصالح هذه الجولة بين إنتر ساسولو على أرضية ملعب جوسيبي ميازا. من خلال التقرير التالي نسلط الضوء حول هذا اللقاء، دعونا نتابع سويا. أكبر فوز حققه إنتر خارج ملعبه في الدوري الإيطالي حينما سحق ساسولو بسباعية صريحة في الذهاب، فهل تغيرت الظروف في الإياب؟ المعطيات تقول بأن إنتر حقق نقطتان فقط من آخر 5 جولات في الدوري وسجل هدفين فقط خلال تلك المباريات، كما أن هدافه الأول رودريغو بالاسيو صائم عن التسجيل منذ بداية عام 2014 إذ كانت آخر أهدافه في شباك الميلان. المحليون سيعتمدون على حماس الوفيد الجديد هيرنانديز الراغب في نسخ تفوق مواطني رونالدو سابقا مع النيراتزوري، فضلا عن أمبروزيو الذي شارك فقط في مباراة يوفنتوس ويتوقع منه الكثير بعد زيادة تأقلمه مع الفريق. الأخبار السارة تمثلت في تأكد بقاء المدافع رانوكيا مع الفريق، لكن الأخبار العكسية في قلعة جوزيبي مياتزا متعددة، فأولها تأكد إصابة الأرجنتيني ريكاردو ألفاريس، والأصعب أن من سيعوضه على الأرجح هو الكولومبي غوارين والذي لم يشارك في أي مباراة للفريق منذ تعثر انتقاله لليوفنتوس قبل عدة أسابيع، فضلا عن تغيير الهيكل الإداري للنادي والتي تسببت في رحيل ماركو برانكا المدير العام للنادي، والأخبار التي تنتشر بقوة برغبة المالك الأندونيسي توهير في رحيل المدرب ماتزاري بنهاية الموسم على الأرجح بسوء النتائج. أما فريق ساسولو فقد خسر 7 من أصل آخر 8 مباريات لعبها بالمسابقة، ولم يفز سوى في مباراة ميلان التي تألق خلالها أهم لاعبي الفريق بيراردي برباعيته الشهيرة ليكون أهم محاور الفريق الهجومية بجانب المهاجم أنطونيو فوريس. فهل تكون هذه الأوراق كافية للمدرب الجديد ألبرتو ماليساني الذي استلم الفريق منذ المباراة السابقة أمام فيرونا فقط؟ كلا الفريقين وقعا في فخ الخسارة خلال آخر مباراة، وتحديدا فإن ساسولو أقل فرق المسابقة حصدا للنقاط خلال آخر 10 جولات، وإنتر أيضا لم يحصد خلال سوى 8 نقاط. ليكون اللقاء بعنوان من يعمق جراح الآخر. حقيقة مشاهدينا الكرام هناك الكثير ما يمكن أن نتحدث عنه خلال هذا اللقاء، خصوصا بالنسبة للعملاق الإيطالي إنتر. هناك مواجهة ماتزاري لباولو كانافارو، لطالما هناك أعجاب بين هذين الشخصين خصوصا من ماتزاري لباولو، أيضا على البيئة التي تعيشها مدينة ميلانو خصوصا من جانب الإنتر وإقالة برانكا وتولي أوزيليو لمهام المدير الرياضي بالنسبة للإنتر، وعن تصريحات فاسوني حول انتداب إرنانيز، هذا الانتداب الذي لم يتوقعه الكثير، الذي ربما انتداب لم يكن من ضمن سياسات النادي بعيدة المدى كما
قالها ويريدها تهير. هناك الحديث حقيقة يطول حول مشاكل التي يعانيها الإنتر، لكن دعوني أبدأ مع سمير السليمي. الأهم من كل ما يحدث الآن في مدينة ميلانو من جانب الإنتر، من جانب النيراتزوري، هو الاستفادة من تعادل فيرونا. يفوز اليوم يتساوى مع فيرونا في النقاط، هذا مهم جدا بالنسبة للإنتر. أكيد أنه الإنتر الكبير، الإنتر الفريق العملاق، الإنتر اليوم في حاجة إلى الهدوء وإلى إعادة الثقة إلى صفوف الفريق، سواء إدارة أو لاعبين أو مدرب أو كذلك جمهور، لأنه الإنتر حاليا يعيش أزمة ثقة نزيف كثير من النقاط. الإنتر لم ينتصر منذ فترة طويلة، الإنتر صار ينهزم وبنتائج ثقيلة. إذن هذا العملاق في حالة يرثى لها بكل ما كلمة من معاني، انتصار ربما يعيد نوعا ما الابتسامة أو الثقة للجميع. إذن الإنتر اليوم أمام فرصة كبيرة للانتصار. الإنتر لديه عدد كبير جدا من المشاكل، سواء إداريا، وكنت تكلمت عليها على مستوى الإدارة، هناك مشاكل كبيرة بين الرئيس وبين مساعديه، هناك مشاكل بين الرئيس وبين الجماهير، وبين الرئيس وبين إيطاليا بأسرها، وبين مازاري وبين الكل. صحيح. وهناك كذلك مشاكل فنية تكلمنا عليها في الاستوديو كثيرا من المرات، يعني على مستوى طريقة اللعب، على مستوى أداء الفريق، شكل الفريق، طريقة لعبه، طريقة هجومه، طريقة دفاعه، هذه كلها مشاكل. مازاري عنده طريقة وحيدة في اللعب نجح بها مع نابولي، ولكن الظروف الآن تغيرت، الإمكانيات تغيرت، 3-5-2 لدى مازاري لم تتماشى كثيرا مع ما هو موجود في الإنتر. إذن والإنتر من الفرق الكبيرة التي هي مطالبة دائما بالهجوم، يعني لما تنافس اليوفي أو روما ربما نتكلم على تحفظ، ولكن عندما تلعب تلاقي فرق أقل منك مستوى، إذن الإنتر في حاجة إلى الهجوم. هذا الإنتر عندما يهاجم يكون ضعيفا، سواء هجوما أو دفاعا. الإنتر في 7 أو 8 جولات الأولى من الكالتشيو كان قويا، لأنه كان يلعب الدفاع الحصين وكان يستغل المساحات والمرتدات كما كان يفعل دائما مازاري مع نابولي. عندما يكون الإنتر مطالب بالهجوم كما هو الحال هذه الليلة يجد كثيرا من المشاكل. إذن هذه الإشكال الأول. الإشكال الثاني لدى الإنتر أنه دائما ما يلعب بمهاجم وحيد فقط، وعندما تكون المباراة سهلة نوعا ما يضيف مهاجم ثاني ربما مع بلاسيو يكون ألفاريز، ربما لا يبدأ ببلاسيو ميليتو، ممكن يبدأ مجبر على هو مجبر. مازاري هو من تصوب عليه أسهم الاتهام. سأقول كلمة وأخت، عندما يكون الإنتر متوازن في وسط الملعب تكون أموره على العال. إرنانيز ربما يعيد التوازن في وسط الملعب، اسم كبير دولي برازيلي. سنستمع لمازاري ثم نعود لأليساندرو التوبيلي ليحدثنا عن ما يدور في كواليس نادي الإنتر. نستمع لمازاري. حاليا كما حدث في فترات أخرى مع فرق أخرى، أعتقد النتيجة هي أهم شيء. أخيرا من يوم الثلاثاء ولقد تحدثت مع الشباب، سننطلق من الصفر بالتأكيد، سوف أقوم بتقييم الكل على 360 درجة لوضع أفضل تشكيلة لتجاوز العقبة الأولى والثانية والثالثة. كنت واضحا مع الشباب وغوارين كغيره من لاعبين إنتر، حاضر وجاهز للعب وسوف يكون مهم، وكل هذا يؤكد أن هناك ثقة متبادلة بيني وبين الإدارة والنادي، وهذا تأكيدا لتصريحات الرئيس. بالتأكيد إنسانيا شيء يؤسفني وداع ماركو براين كامل، وثم تعرفت عليه حتى في المنتخب العسكري الإيطالي، وساعدني كثيرا. كنا نحتاج إلى لاعب مثل هرنانيس بقيمة فنية مثل هرنانيس، وأن يعطي مؤشر مهم ولكي يرفع من جودة الفريق. أليساندرو، سأطرح عليك بعض النقاط ولك الكلمة لتطلع مشاهدي بين سبورتس حول ما يدور داخل البيت الانتراوي. فسوني المدير العام بالنسبة للإنتر قال الاستثمار في محله فنيا وليس في محله من الناحية الاقتصادية، لأن هذه ليست سياسة النادي، هذا أولا. ثانيا
إقالة برانكا من الإنتر، خفايا هذه الإقالة، وأوزيليو هو من يأخذ هذا المكان. الإنتر يحتاج إلى فوز في عام 2014، آخر فوز كان في 2013 في الديربي، وقدوم إرنانيز دامبروزيو أعتقد الآن ليس للمدرب أي حجة بقدوم لاعبين مهمين قادران على تقديم الإضافة بالنسبة للإنتر. وأختم بأنه بالأرقام أليساندرو إنتر ستراماتشوني أفضل من إنتر ماتيرازي أو ماتزاري، عذرا. تفضل أليساندرو، لك الكلمة. من أين نريد أن نبدأ؟ من إقالة برانكا، وهو حدث الساعة والخبر آخر أخبار الإنتر. كنا نقول من وجهة نظري الشخصية برانكا في الإنتر قام بعمل جيد عندما أتيحت له فرصة الإنفاق. يجب أن لا ننسى انتدابات مهمة، تحدث عن انتدابات سليمة، لذلك الذنب ليس بذنب برانكا، أو على الأقل ليس بذنب برانكا لوحده، الإدارة بأكملها. على سبيل المثال أوزيليو شارك كل القرارات وشارك في كل الانتدابات من إلى دامبروزي وهرنان، شارك في كل الانتدابات. إذن أوزيليو مسؤول مثل برانكا. من ثم فاسوني اليوم تحدث عن هرنانيز، يتحدث عن لاعب ولكن مدير عام، يجب أن يهتم بجوانب أخرى. فاسوني أتى للإنتر لبناء الملعب، اليوم يتحدث عن أمور فنية لا دخل له. هناك فوضى، هناك فوضى على صعيد الإدارة. يجب على كل إداري أن يهتم بواجبه ومهامه. فاسوني عليها أن يتابع عملية بناء الملعب، لم يتحدث عن الأمور الفنية لا دخل لها. اليوم المسؤول عن أوزيليو، وعيد وأكرر، هذا هو أوزيليو وفاسوني. فاسوني يقدم اللاعبين، شيء غير مقبول، شيء غير معقول. أنا ليس لدي أي شيء ضد فاسوني أو أوزيليو. هذا ليس بتنظيم، ليس بتنظيم يليق بنادي كبير. لكل شخصية منصب ومهام. فشل برانكا، إذن حتى أوزيليو وفاسوني كلاهما فشل. فاسوني ليس المدير الرياضي، إنما المدير العام. عذرا ألساندرو، هذه اللقطة التي مرت أخيرا بتقديم فاسوني لإرنانيز هي ربما تمر مرور الكرام على المشجع البسيط، لكنها تعني الكثير في إيطاليا. لا هناك فوضى في الموضوع. هو المسؤول، لأن توهير كلفه بكل هذه المهام، ولكنه ليس برجل مناسب. لكي نتحدث، ننظر نرى أوزيليو مدير رياضي، بإمكانه أن يساعد مدير فني قوي، ولكنه لا يملك الصلاحية أو الكفاءة أو الخبرة. برانكا أتى بلوسيو، شنايدر، مايكون، إيتو، ميليتو، أتى بمورينيو، إبراهيموفيتش. هذا هو برانكا. نعم، أتى ببيريرا وبنيتس وغاسبريني، فورلان، وعمل بشكل قاسي شنايدر، ولكن قام بعمل جيد مع برانكا. الإنتر فاز بالثلاثية. إذن يجب أن نضع الميزانية. إذا ما أرادت الإدارة الانطلاق من الصفر، هذه ليست بالانطلاق الموفقة، ليست هذه الطريقة الصحيحة. إذن فلنعود إلى الخلف، فلنعود إلى هرنانيز ودامبروزيو. شهر يناير هي السوق. طب ممكن نتحدث على دامبروزيو بعد الفاصل أليساندرو؟ سبحان الله، مغير الأحوال. أليساندرو لما يتحدث على الإنتر ليس أليساندرو الذي يتحدث على أي فريق آخر. بعد الفاصل أليساندرو. مشاهدين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مع أليساندرو التوبيلي وسمير السليمي من المباراة الأخيرة لصالح الجولة 23 إنتر ساسولو، فتكرموا بالبقاء معنا. فورد فوكس، السيارة الأكثر ذكاءً للجيل الجديد. هاي، ممكن وحدة؟ هتاكلي لحمة ناية؟ لا، وحدة شيبس. طبعا تفضل. ايه ده؟ انتي قلتي واحدة. لو بتقبرني كده تهبرني. اوعي امسكي يا واحدة. روحي اقعدي مكانك، مالكيش غدا النهاردة. ممكن واحدة؟
مش كفايه بغديكم النهارده. عزمت او ما عزمت المهم ليز طعم لا يقاوم. افكارك الجنونيه رؤيتك الحالمه خططك المنسيه ومشاريعك المستحيله هاتها لكي ترى النور مع البنك الاقوى في العالم. جو رهيب. جميل الجو. ايش رايك نروح البحر بس؟ فورد فوكس السيارة الأكثر ذكاء للجيل الجديد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو الخاص بالمباراة الأخيرة لصالح الجولة 23 من الكالتشو بين إنتر ساسولو هناك بمدينة ميلانو على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا معقل الإنتر. سمير استمعت جيدا لما قاله أليساندرو ألتوبيلي. واضح جدا البيئة المشحونة الغير ملائمة لتأقلم مجموعة لعمل مدرب لعمل لاعبين. الإنتر يعاني والإنتر في موقف لا يحسد عليه. صحيح وكلام مستر أليساندرو كلام واضح لأنه يعني هناك عدم وضوح رؤية أو أدوار إداريا على مستوى الإنتر، هذا واضح وهذا أثر على المستوى الفني لفريق الإنتر. في هذه المواجهة الإنتر مطالب بثلاث نقاط مهما تكون الطريقة أو الأداء. المهم بالنسبة لمازاري وللإنتر الثلاث نقاط لأنه من فترة طويلة لم ينتصر الإنتر، الكل في حاجة إلى الانتصار هذا المساء، ولكن الانتصار لابد أن عندما يأتي الانتصار لابد من طريقة، لابد من الوصول إلى الشباك، لابد من تغيير طريقة لعب الإنتر. عندما يلعب الإنتر بمهاجم وحيد نقول أنه حظوظه ربما تكون قليلة. بما أنك تحدثت عن تشكيل أعذرني سمير دعنا نشاهد تشكيل الفريقين. نشاهد فريق الإنتر اليوم الإنتر يلعب بمهاجمين سمير. نبدأ في حراس المرمى هاندانوفيتش سامويل جوان رولاندو هيرنانيز غوارين جوناثان كوزمانوفيتش ناغاتومو في الهجوم بالاسيو إلى جانب ميليتو إذا كان تشكيل فريق ساسولو حاضر أو يعود ويتحدث أليساندرو وسمير على هذا التشكيل بالنسبة لفريق ساسولو في حراسة المرمى بيولو كنافارو باولو رياودو بيانكو بيونديني بريغي لونغي عذرا ماروني روسي فلوكاري وبيراردي في الهجوم. هذا التشكيل بالنسبة للفريقين. وعلى الإنتر أعتقد سمير الخشية كل الخشية من بيراردي فلوكاري وكذلك من بريغي. لا صحيح، لكن قبل هذا بعض الملاحظات وبسرعة. تشكيل الإنتر إضافة ميليتو كمهاجم ثاني هذا شيء طيب مع بالاسيو، سيتحرر بالاسيو وسيجد إمكانيات. النقاط الاستفهام حول إيرنانس مادام مردودو في أول مباراة لي مع الإنتر تمركزوا أين تحت المهاجمين على الأطراف، هذه نقطة. اثنين غوارين الذي كثر الحديث عنه وانتقاله إلى اليوفي وكثرة كذا وغوارين رفض العودة إلى التمارين مع الإنتر اليوم أساسي، كيف سيكون مردود هذا اللاعب؟ لو تلاحظ ثلاث لاعبين في الوسط إرنارس غوارين كوزمانوفيتش، من اللاعب الذي سيعوض كامبياسو في وسط الملعب أمام المدافعين؟ وهذه نقطة أخرى. بالتالي هناك عدد من نقاط الاستفهام في هذا الفريق، هل هذا التشكيل متوازن أم لا؟ لنتكلم بين الشوطين إن شاء الله. أليساندرو تشكيل الإنتر
هناك شيء جديد، هناك سامويل، وهذا أكبر دليل على ضعف دفاع الإنتر في آخر 10 مباريات تلقى 15 هدفا. فيما يخص إرنانيز وغواريف وسط الميدان، بالتأكيد كلاهما ممتاز جدا، ومن ثم كوزمانوفيتش ليس بلاعب بإمكان أن يعوض كامبيا أسهم الدفاع، على وتنعلى ده أخيرا يلعب بمهاجمين. أخيرا قلنا دائما أن بالاسيو لوحده لا يكفي. الإنتر عندما سجل بالاسيو حل كل المشاكل، وفي آخر مباراة حقيقة بالاسيو يحتاج إلى المساندة. استنفذ بالاسيو من الإنتر بشكل مبالغ فيه. أعتذر ليساندرو، أعتذر سمير. مشاهدينا الكرام يجب الذهاب الآن مباشرة إلى مدينة ميلانو إلى ملعب جوزيبي مياتزا، مسرح هذا اللقاء بين الإنتر ساسولو، بالتعليق مع الزميل حفيظ الدراجي. حفيظ، أولا مساء الخير، ثانيا تفضل لك الكلمة. شكرا جزيلا لك مهند ولكل ضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الأفاضل أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا إلى ملعب جوسيبي ميازا ومجريات مباراة إنتر ميلانو مع ساسولو. الإنتر الذي لم يفز منذ بداية السنة، آخر فوز كان في نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية. الإنتر في ظروف صعبة، على كل حال هي أفضل من ظروف الميلان لأنه يحتل المركز السادس في الترتيب، ولكن بفارق كبير على رائد الترتيب فريق يوفنتوس، وبفارق كبير على الملاحقين والتر زينغا الذي جدد فيه الثقة، الرئيس الجديد لنادي الإنتر الإندونيسي إريك توير الذي قال بأنه طلب من المدرب والتير ماتزاري تحضير الموسم المقبل، يعني أنه تجديد الثقة فيه. هذا اللاعب الجديد في تشكيلة الإنتر إرنانيز القادم من نادي لازيو روما اللي يأخذ مكانه اليوم في التشكيلة الأساسية في أول خرجة وأول مباراة، أخذ مكان سفير تايدر في التشكيلة الأساسية لنادي إنتر ميلانو تحت قيادة سيباستيانو بيروتزو حكم هذه المباراة، سيعطي الانطلاقة إشارة الانطلاقة بعد حين. أمام نادي ساسولو صاحب مؤخرة الترتيب الدوري الإيطالي، عشاق الإنتر يقولون إذا لم يتمكن اليوم الإنتر من الفوز متى سيحقق الفوز على أرضية ميدان، وخاصة وأنه في لقاء الذهاب على أرضية ميدان نادي ساسولو حقق نتيجة تاريخية، هي أكبر نتيجة في تاريخ الإنتر خارج الديار في الدوري، فاز آنذاك بسبع أهداف مقابل صفر، ولكنه في سنة 2014 لم يفز في ولا مباراة، نقطتان من آخر خمس مباريات، فوز واحد في آخر عشر مباريات، سجل عدد أقل من الأهداف مقارنة بالمواسم السابقة في مثل هذا الظرف. فريق إنتر ميلانو على يساره الشاشة بياندانوفيتش حراسة المرمى ثلاثي خط الدفاع جيسوس سامويل وكذلك رونالدو ناغاتومو الجهة اليسرى جوناتان الجهة اليمنى كوزمانوفيتش غوارين وإرنانديز إرنانيز عفوا في وسط الميدان، ثنائي خط الهجوم متكون من ديغو ميليتو ورودريغو بالاسيو هداف الفريق بعشر أهداف لحد الآن، تقريبا نفس الطريقة يلعب بها في الجهة المقابلة نادي ساسولو بقيادة الحارس بيكولو ثنائي خط الدفاع بيانكو أريودو وكذلك كانافارو الجهة اليمنى الروسي الجهة اليسرى لونغي ماروني وبريغي وبيونديني في وسط الميدان، بيراردي هداف الفريق رفقة فلوكاري سيشكلان ثنائي خط هجوم فريق ساسولو في هذه الأمسية. الفريق الذي يريد أن يستثمر في متاعب ومشاكل الإنتر، يريد أن يستغل ويستثمر أيضا في المعنويات المنحطة للاعبي فريق الإنتر تحت ضغط كبير جدا من عشاقه وجماهيره الذين يبحثون عن النتائج الطيبة. كرة من رولاندو يوصل مباشرة لجوناتان على الجهة اليمنى، لا بأس أذكر مشاهدي الأفاضل بعد هذه الكرة بكرسي احتياط الفريقين بالنسبة للإنتر رانوكيا كومبانيارو زانيتي دامبروزيو مونديغاي روبن بوتالوكا كاستيلاتي ماورو إيكاردي خوان بابيو غاريتسو ماركو أندرولي سفير تايدر وماتيو كوفاسيتش، بينما في كرسي احتياط نادي الساسولو نجد كل من سيموني زازا لوكا أنتيريتو زيغلير رامان شيبسا غازولو بوتشينو سانسوني فلورو فلوريس سيرو بوليتو ألبرتو بوميني بالإضافة إلى كونتي وريتو زيغلير.
حكم المباراة هو سيد سيباستيانو بينزو. والتر مازاري هو اللي درب نادي إنتر ميلانو، بينما في الجهة المقابلة ألبرتو ماليسانو هو اللي درب نادي ساسولو. قلت يحتل مؤخرة الترتيب في الدوري الإيطالي بعد 22 جولة لحد الآن، مؤخرة الترتيب طبعا أحسن من ليفورنو كاتانيا، ولو أن الفارق بين الثلاثي نقطة واحدة في الترتيب. طبعا إنتر ميلانو الذي عادة ما يجد صعوبات أمام الفرق التي تسمى متواضعة أو متوسطة. غوارين في أول كرة لم يتمكن منها، وكذلك لم يلحق عليها جوناتان، طويلة تماما خرجت للتماس. يقول حكم المباراة شغل إنتر لا يزال أوفياء، ليسوا بنفس الكثافة وبنفس العدد وبنفس الحجم وبنفس الكيفية، لكنهم لا يزالوا أوفياء لفريقهم الذي يمر بظروف صعبة هذا الموسم. بينما نادي ساسولو لا يزال يذكر فوزه الكبير على الميلان التاريخي بأربعة ثلاثة منذ شهر تقريبا في الدوري الإيطالي. هذا الإنتر الذي تحول من إمبراطور الكرة الإيطالية يفوز بكل شيء، تحول من إمبراطور إلى شبح لا يقدر حتى على الفوز بمباريات على أرضية ميدان في جيوسيبي ميازا. كرة لميليتو يغطيها كما ينبغي، محاولة المرور لم يتمكن، تسترجع في وسط الميدان من جانب عناصر نادي ساسولو. ضغط كبير من لاعبي الإنتر على لاعبي الفريق الضيف لاسترجاع الكرة بالسرعة الفائقة والانطلاق في الهجمات ايضا. غوارين عنده الكره الان، كره طويله من فريدي غوارين، احنا عندي من هناك على الجهه اليمنى عن طريق اللاعب كانافارو او روسي، ترجع له روسي مره ثانيه يستفيد من تماس. يقول حكم المباراه لصالح عناصر ساسولو. طبعا ساسولو عندما يواجه اليوفي والانتر ويواجه روما ولاتسيو والفرق الكبيرة يلعب مباريات موسم، وطبعا يريد أن يحقق يعرف بأن كل الأنظار موجهة إلى تلك المباراة، وبالتالي يريد أن يحقق فوزا كبيرا يجعله على الأقل في اليوم الموالي يتصدى الصفحات الجرائد الرياضية الإيطالية. كرة تلعب على الجهة اليمنى مع رونالدو، رولاندو البرتغالي وصل لجوناتان البرازيلي، يرجع لوالتر سامويل الأرجنتيني اللي اختم مكانه على مستوى خط وسط دفاع فريق الإنتر. الإنتر الأكيد أنه من بين مشاكله أنه صار يلعب بثلاث مدافعين على مستوى خط الوسط الخط الخلفي، وهي الكيفية اللي يلعب بها والتر مازاري. عناصر الإنتر لم تتعود عليها يبدو كثيرا. سامويل لم يتمكن من هذه الكرة وانطلق من هناك عديد من الكرة خطيرة وصعبة وتوزيع في القائمة الثاني، وجوناتان بالراس. يا جوناتان ليس إلى مثل هذا المكان كرة مثل هذه ترد. الكرة مرة أخرى دائما لعناصر ساسولو، والتغطية جوناتان مرة ثانية بكل هدوء يضيع الكرة مرة ثانية. انطلق عن طريق لونجي على الجهة اليسرى ويستفيد من تماس. يقول حكم المباراة لصالح عناصر الإنتر. ترجع الكرة من عند كوزمانوفيتش مباشرة لسامويل، يوصلها من هناك على الجهة اليسرى والكرة ضاعت من هرنانيز، تسترجع مرة ثانية من هناك عن طريق بريغي ماتيو. هيلة التمريرة هذه في العمق، كرة صعبة لصالح بيرارتي، يغطي كورتو في حاجة لمساندة، يبحث عن فلوكاري مضطر العودة إلى الخلف. تمشي الكرة بين عناصر فريق ساسولو في وسط الميدان، الكرة وصلت مباشرة لبيونديني على الجهة اليسرى يلعبها مع لونجي. لونجي لا، الكرة كانت عند ماروني، يرجع للخلف تماما. أليساندرو روسي يبحث عن المراوغة هناك، أليساندرو روسي محاولة المرور، يرجع للخلف. عناصر الإنتر بدورها بما في ذلك بالاسيو كلها رجعت إلى منطقتها. خايفين عناصر الإنتر طبعا، أو على الأقل فقدوا شوية ثقتهم في نفسهم. تغيير الكرة من هناك عن طريق بيونديني تماما على الجهة اليمنى من هناك، البحث عن روسي، كرة ممتازة والتغطية والتوزيع في القائمة الثانية، وجوناتان بصعوبة، جوناتان بصعوبة يخرج الكرة للركنية في أول كرة صعبة لنادي ساسولو. من هناك بعد سبع دقائق لعب، شوف التغطية والتمريرة من ألساندرو روسي من أمام ناكاتومو، ركنية أولى في المباراة. لو يسجل ساسولو على الإنتر هنا
في هذا الظرف في هذا اليوم في هذه الجولة 23 الكروية تنفذ والدفاع يتدخل يغطي الكرة بصعوبة عن طريق رونالدو هزات الخطورة دائما بواسطة بيونديني يغطي كورتو بيونديني في حاجة لمساندة يبحث عن بريلونغي الكرة لم تصل للتغطية الدفاعية هنا ثم انطلاقة من غوارين راح غوارين قوة كبيرة عند غوارين الفريدي غوارين الذي يستفيد من خطأ يصفر له حكم المباراة الكولومبي القوي في وسط ميدان نادي انتر ميلانو طبعا كان أثار إمكانية تنقله إلى يوفنتوس ردود أفعال كبيرة جدا وعنيفة من جماهير فريق الانتر نعم عنيفة حتى أنه الصفقة لن تتم طبعا كان يريد الاستغناء عن غوارين واستخدام فيتشينيتش في الخط الامامي فيتشينيتش لانه ديجو ميليتو ليس في احسن احواله عنده مده ما لعبش بسبب الاصابه مثل ذلك انه اسحاق بالفضيل تنقل الى ليفورنو وبالتالي كان يجب على عناصر الانتر انها تحتفظ كذلك بغوارين وسط ميدان الدليل على ذلك انها استخدمت هيرنانيز من نادي لازيو روما كره في وسط الميدان لصالح عناصر فريق لاروما وصلت الجهة اليمنى مع جوناتان انتر كيف صارت تلعب هكذا تربي كرة طويلة جدا ليس من عادتها انتر السنوات الماضية الانتر الذي منذ 2010 استغنى عن 5 مدربين مروا على النادي منذ ذهاب مورينيو لم يشهد الفريق استقرارا على مستوى العارضة الفنية طبعا في هذا الميركاتو استخدم كل من دامبروزيو بولو وكذلك إرنانديز لاعب يلعب أول مرة مباراته مع فريق إنتر ميلانو منذ استخدامه من أيام فقط كرة في وسط الميدان ترى بيونديني في حاجة لمساندة عناصر الإنتر رجعت لي الخلف توصل في العمق الثنائية بين فلوكاري وبيراردي كرة صعبة لصالح نادي ساسولو ترجع لفلوكاري يلعب على الجهة اليسرى مع مدافع لونغي يخرج لفلوكاري يرجع تماما لبيونديني بعيد الكرة هذه سهلة لسامير أندانوفيتش حارس السلوفيني لنادي إنتر ميلانو الذي تلقى 27 هدف هذا الموسم بمعدل أكثر من هدف رفيقو هيرنانيز الكرة ضايعة من هناك تموقع رائع جدا لعناصر نادي ساسولو في بداية هذه المباراة في أماكنهم عندما يضيعون الكرة يخلقون صعوبات لعناصر الإنتر في بناء لعبهم الكرة ترجع للخلف تماما ناحية والتر سامويل 11 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الإنتر متعادل على أرضية ميدانه أمام ساسولو رونالدو كرة طويلة تقريبا لعب من دون إبداع بالنسبة للإنتر أنا لا أتحدث عن 10 دقائق اللي مرت ولكن عن إنتر هذا الموسم الذي ينقصه الكثير من الإبداع كثير من صناع القرار طبعا مقارنة بنوادي أخرى في الإنتر ليس هناك واحد يقدر يصنع الفارق أو 2 أو حتى 3 بإمكانهم صناعة الفارق أي نعم عندهم ركيزة في الخلف 3 مدافعين أقوياء في الوسط زيد لاعبي رواق جوناتان وكذلك ناغاتومو من هناك ما عدا ذلك الإنتر لا يملك من يدير لعبه ومن يصنع لعبه حاولت الانطلاقة من هناك عن طريق كوزمانوفيتش يبحث عن إرنانيز يوصلها مباشرة لغوارين غوارين يواصل قوي جدا غوارين هاي الكرة وصلها لناغاتومو وللتماس شجاعة كبيرة يتميز بها فريدي غوارين صاحب 3 أهداف هذا الموسم مع فريق إنتر ميلانو طبعا من أكثر اللاعبين بروزا في مباريات الإنتر هذا الموسم شوف كيف ضغطين عناصر فريق انتر ميلانو والانطلاقه في هجمه معاكسه من جانب فريق ساسولو من هناك عن طريق بيراردي يبحث عن فلوكاري ما زالت الكره لعناصر ساسولو هي كره صعبه توغل على الجهه اليسرى والتغطيه من جوناتان ثم رولاندو
الشك إذا بدأ يدخل يسكن اللاعبين عموما بكل تأثير. شوف عدد كبير من اللاعبين تاع فريق ساسولو 4 لم يكن ليتجرأ نادي ساسولو على اللعب بهذا الشكل وبهذه الكيفية والاندفاع بهذا الشكل لو لم يكن يعلم الظروف التي يمر بها فريق إنتر ميلانو هذا الموسم في الأسابيع القليلة الماضية ومنذ بداية الموسم، خاصة وأنه في لقاء الذهاب على أرضية ميدان نادي ساسولو الإنتر فاز بالسبع أهداف مقابل صفر. كان طيدار أنذاك سجل هدفين، هدف مع فريق إنتر ميلانو كانت أول أهدافه مع الإنتر. كرة من ناغاتومو من هناك على الجهة اليسرى يرجع للخلف مع خيسوس ثم بالخطأ يقول حكم المباراة لصالح كوزمانوفيتش وإنتر ميلانو بعد التدخل من هناك عن طريق المدافع الأوسط أو عن طريق ماتيو بريغي كان يلعب في روما وكذلك في المخالفة في تنفيذها اللاعب كوزمانوفيتش السربي. لا هذا هرنانيز الذي بسبب تنقله من لاتسيو روما إلى إنتر ميلانو الرئيس نادي لاتسيو روما يقول بأنه تلقى تهديدات بالقتل حوالي 50 رسالة نصية من عشاق ومناصري فريق لاتسيو يهددون الرئيس بالقتل. كوارين انطلق على اليمنى، كوارين عنده الكرة يوزعها كوارين. الفكرة والنية كانت رائعة جدا من كوارين، باغت المدافع اللي كان أمامه وزع كرة كانت رائعة ولكنها راحت مباشرة ناحية المرمى. انطلق في وسط الميدان من جانب عناصر نادي ساسولو التغطية من هناك عن طريق جوان. كانت رائعة أولا، المراقبة كانت رائعة جدا ثم التمريرة أيضا كانت أروع عن طريق كوارين. كرة في وسط الميدان، بيونديني أنشط لاعب في نادي ساسولو عنده الكرة الآن في وسط الميدان يستفيد من تماسك الحكم المباراة السيد سيباستيان بيلوتزو. تلعب الكرة في العمق مع فلوكار يخرج من المراقبة يرجع للخلف لباولو كانافارو شقيق كانافارو بطل العالم مع منتخب إيطاليا سنة 2006. ترجع الكرة للخلف ناحية بيونديني يلعب على الجهة اليسرى مع مدافع أريودو. أريودو يصعد بالمدافع أوسط يصعد بهذا الشكل ويصعد رفقة لونغي المدافع الأيسر، دليل على أن عناصر نادي ساسولو لم تأتي من أجل البقاء في الخلف والدفاع عن منطقتها في هذه المباراة أمام إنتر ميلانو الجريح. وانطلق من هناك على الجهة اليسرى كرة ممتازة ناحية يوتو ناغاتو منطلق الياباني يطلبها باراسيو في العمق وصلته باراسيو. أين هو اللاعب ميليتو؟ باراسيو عنده الكرة، كرته لم تمر. التسديدة أرضية لكنها أول محاولة مع ذلك التسديد من بعيد. أول ركنية أيضا في المباراة لصالح عناصر إنتر ميلانو بعد هذه التسديدة من بعد تنفذ الركنية تلعب هيلة ممتازة والدفاع يتدخل وينقذ الموقف مباشرة للتماس يقول حكم المباراة. ناغاتوم يرجع للخلف ناحية كوزمانوفيتش يوصلها مباشرة لجوناتان على الجهة اليمنى يوصل جوناتان باراسيو جوناتان. توزيع جيد لعناصر فريق ساسولو في الخلف خلق صعوبات لعناصر الانتر. جوناتان مره ثانيه محاوله المراوغه مع كوارين. جوناتان يرفعها في القائمه الثانيه صعبه وخطيره والحارس بيغولو يلتقطها. توزيعة كانت رائعة في القائمة الثانية. كرة على الجهة اليسرى لصالح المدافع لونغي. تخطيط أن عناصر الإنتر في محاولة لاسترجاع الكرة كل ما مرت الدقائق والوقت كل ما كانت المباراة في صالح عناصر نادي ساسولو. رونالدو تروح لكوزمانوفيتش يلعبها في وسط الميدان مع إرنانيز. إرنانيز مازال محتفظ بالكرة بيسراه ثم بيمناه
طبعا من من اللاعبين القلائل الذين يلعبون باليمنى وباليسرى بنفس الشبيه بنفس الشكل اللاعب هرنانديز. ناغاتومو كرة في العمق لبالاسيو، بالاسيو يغطي الكرة ولكن التغطية الدفاعية من هناك عن طريق المدافع كانافارو ثم يخرج الكرة وانطلاقة من هناك على الجهة اليمنى جوان في التغطية. قوة كبيرة عند اللاعب المدافع البرازيلي لفريق انتر ميلانو. كرة لرونالدو يلعب على كوزمانوفيتش تروح لغوارين، غوارين ميليتو لم نشاهده كان تماما بالاسيو. هاي النية كانت رائعة من البالاسيو كوزمانوفيتش. تسديدة من أروع ما يكون. هرنانديز كاد يفتح مجال التسجيل ويسجل أول هدف مع الإنتر، سجل ثلاثة مع لاسيو. استلم هذه الكرة هرنانديز وحطها في الجهة اليسرى من مرمى الحارس بيكولو، كاد يكون الهدف الأول في كرة ممتازة جدا. كرة أخرى لصالح عناصر نادي ساسولو، بيراردي البحث عن فلوكاري، الكرة لم تمر لصالح هرنانديز، يوصلها من هناك لناغاتومو. ناغاتومو ميليتو، ميليتو هرنانديز، هرنانديز ناغاتومو. نقص منافسة ميليتو، تقريبا مباراة الثامنة فقط هذا الموسم بين أساسي واحتياطي، لم يلعب كثيرا هرنانديز. ميليتو توصل الكرة لغوارين يلعبها مع جوناتان على الجهة اليمنى. جوناتان محاول يمر ولكنه لم يتمكن من ذلك والكرة تروح للتماس. يقول الحكم لصالح عناصر نادي ساسولو. صعبة وانطلق عن طريق بالاسيو داخل منطقة عمليات. بالاسيو في حاجة لمساندة يجد عند ناغاتومو. ناغاتومو تأخر، ناغاتومو تأخر ثم بالاسيو خرج من المراقبة لعبة ثنائية رجعت له مرة ثانية من عند هرنانديز وعودة سريعة لعناصر فريق ساسولو إلى منطقتهم. ثم رونالدو، جوناتان، غوارين طلق الجانب من يوزعها غوارين. كرة خارجة، كرة خارجة تماما خلف اللاعبين، خرجت مباشرة للتماس من هناك. بدأ الضغط يرتفع شوية من جانب عناصر فريق الإنتر على نادي ساسولو في هذه المباراة. دافيد بيونديني ساقط على أرضية الميدان، عاد بهذا على الصورة واحد من أنشط اللاعبين في نادي ساسولو، يلمس كرة كثيرة، تقريبا هو اكثر واحد لمس اكبر عدد من الكرات في تشكيله فريق ساسولو. يبدو انه سيغادر مضطر بسبب الاصابه التي يكون قد تعرض لها. نعم سيخرج. خلي مكانه لرمان شيبسا. كرة في وسط الميدان لصالح ماروني، دعت له مرة ثانية تروح لغوارين من عند هرنانديز. غوارين هي الكرة محتفظ بها يلعبها مع ميديتو، دعت له تدخل قوي من باولو كانافارو ينقذ الموقف ثم في خطأ يقول الحكم من غوارين. خطأ من غوارين، اللاعب هو الذي يعتذر سيد الحكم، وأنت لست بحاجة إلى أي تبرير أو تغيير الآن مع دخول اللاعب رومان شيبسا في هذه الأثناء. رومان شيبسا طبعا هو لاعب غاني من أكثر اللاعبين في تشكيلة نادي ساسولو، 20 سنة. التغيير في المباراة كان اضطراري، كرة جالسة نهاية لونغي
يستفيد من خطأ آخر يقول حكم المباراة. مخالفة صعبة على الحارس سمير أندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلانو مع عودة كل عناصر فريق الإنتر إلى منطقتهم للدفاع عنها في تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة في الأم. ضربة راسية ممتازة، كرة هينة، توزيعة كانت رائعة والضربة راسية مرت فوق المرمى. توزيعة كانت من بيراردي. تقريبا هذه أول محاولة صعبة بالنسبة لنادي ساسولو على الحارس سامير أندانوفيتش بقيادة المدرب الذي كنا نشاهد منذ حين ألبرتو ماليسانو. كرة في التماس من هناك يخليها شيبسا لرفيقه بيانكو، كرة طويلة ضيق المساحات لاعبي فريق إنتر ميلانو على ناصر نادي ساسولو من أجل استرجاع الكرات في أسرع وقت ممكن. الكرة لرونالدو يلعبها في نصف الميدان مباشرة لكوزمانوفيتش، نشيط جدا اللاعب السربي كوزمانوفيتش. والتر سامويل يلعبها من هناك لجوان، جوان ناغاتومو، ناغاتومو جوان يطلبها كوزمانوفيتش، يروح لسامويل على الجهة اليمنى يلعبها لرونالدو، رونالدو جوناتان، جوناتان سامويل والتر، والتر سامويل كرة عرضية مباشرة للكولومبي غوارين يلعبها مع ميليتو، ميليتو على الجانب الايمن جوناتان طلبها بالاسيو، جوناتان عنده الكرة، جوناتان يراوغ راح جوناتان، والتوزيعة من جوناتان للركنية. يقول حكم المباراة لصالح الانتر هي الخامسة منذ انطلاقة الشوط الأول في 25 دقيقة لعبنا، والتعادل دائما سيد الموقف، صفر مقابل صفر عفوا، هي الركنية الرابعة بالنسبة للانتر مقابل ركنية واحدة لنادي ساسولو. سجل 7 أهداف فريق الإنتر من كرات من ركنيات، يعني من كرات ثابتة، يعتبر واحد من الأرقام القياسية. كرة تروح مباشرة للشيبسا، دعت له مرة ثانية كوزمانوفيتش في الاسترجاع يلعبها مع والتر سامويل على الجهة اليسرى لناغاتومو، ناغاتومو طلبها بالاسيو، وصلت ودخل ناغاتومو، بالاسيو بالاسيو، كرة بعيدة هذه على ناغاتومو، خرجت ضربة مرمى. يقول حكم المباراة نشن هذا 10 أهداف بالنسبة لرودريغو بالاسيو مهاجم نادي إنتر ميلانو، 10 أهداف كلها باللعب يعني دون ما ينفذ ولا ضربة جزاء واحدة. يعني أصلا إنتر لم يسجل هذا العام وهذا الموسم من ضربة جزاء ولا كرة ولا هدف. خطأ ضد ميليتو الأرجنتيني، يقول حكم المباراة لصالح باولو كانافارو لاعب سابق في نادي نابولي. تلعب الكرة على الجهة اليمنى يخرجها بصعوبة عناصر فريق ساسولو، توصل لأريودو، أريودو يلعب كرة في العمق هائلة ولكنها بعيدة، النية والفكرة كانت طيبة ولكنها بعيدة تماما على اللاعب دومينيكو بيراردي صاحب 12 أهداف هذا الموسم. بيراردي هداف فريق ساسولو، يعني أحسن هداف في اللاعبين الموجودين فوق أرضية الميدان هو بيراردي، لأنه يعني بالاسيو سجل 10 فقط. ميليتو يستفيد من خطأ، صفر له كمان مباراة لا قال ولا شيء الحكم. الضغط الوقت يزداد الضغط على لاعبي فريق انتر ميلان، لانه صارت الان عندهم عقده، عارفين بانهم لم يفوزوا بولا مباراه خلال هذه السنه، عارفين بانهم ضيعوا الكثير من النقاط وضيعوا الكثير من الفرص داخل الديار وخارج الديار، عارفين بانهم لا يلعبون بالمستوى الذي
ينال رضا عشاق وجماهير الإنتر هذا الموسم، عارفين بأن فترة الفراق والفترة الانتقالية دامت طويلا بالنسبة لعناصر فريق إنتر ميلانو. كرة من رولاندو في الوسط، بالاسيو خلاها لميليتو، رجعت لبالاسيو، انطلق كرة صعبة، يلعب من هناك اليسرى مع ناكاتومو، دخل ناكاتومو وتوزيع من ناكاتومو في القائمة التالية، غوري لمسة يد لا ركنية يقول الحكم، لمسة اليد يا غوري لم تكن متعمدة، الركنية أي نعم هي الخامسة ولكن ليس لمسة يد. نقترب من الدقيقة 30 مشاهدي الأفاضل من عمر هذا الشوط، هات صفر مقابل صفر بين الإنتر وساسولو. الإنتر صاحب المركز السادس وساسولو صاحب المركز الثامن عشر في الترتيب. كرة في الركنية، ميليتو في التنفيذ يرفعها خارجة رائعة ممتازة، دفاع خرجها بصعوبة، ركنية كانت من أروع ما يكون، ثم جوناتان في التغطية. جوناتان الكرة العرضية لمن؟ لميليتو، لا يقدر في الكرات المرفوعة والرأسية، بالاسيو يتفوق بهذه الكرة، هيدا منه يرجع لغوارين على جهة اليمنى، غوارين توزيعاته، هيدا غوارين، غوارين محاولة المرور، غوارين غوارين وركنية أخرى. كثرة الركنيات على الجهة اليسرى من مرمى الحارس جيان لوكا بيغولو. شوف الإعادة، هل كان فيه دفع على سامويل والتير؟ كان فيه مسك أي نعم من المدافع الأوسط باولو كانافارو، ولكن الحكم لم يقل شيئا، خلى اللاعب واحتسب الآن ركنية أخرى بعد 30 دقيقة لعب منذ اندلاقة الشوط. سفر لسفر مشاهدي الأفاضل، إنتر ميلانو ساسولو، ختام الجولة 23 من الدوري الإيطالي لهذا الموسم. في التنفيذ هيرنانيز، هيل الركنية بالرأس والدفاع ينقذ الموقف، ثم الانطلاقة من هناك عن طريق بيراردي وكذلك كوزمانوفيتش، هيل الكرة عند بيراردي يغير تماما على الجهة اليسرى والتغطية من جوناتان، يا جوناتان كاد يضيعها من أمام اللاعب ماروني، ثم للتماس لصالح لونغي في الجهة اليسرى من الخط الأمامي لعناصر فريق ساسولو. أليساندرو لونغي في تنفيذ التماس يبحث عن فلوكاري لم يتمكن منها، ثم كوزمانوفيتش يرجع للخلف ناحية جوان على الجهة اليسرى ناكاتومو، ناكاتومو يبحث عن ميليتو، الكرة لم تصل، ثم التقطها الغاني شيبسا، شيبسا يتفوق على ناكاتومو، عنده الكرة يغطيها، ما زالت عنده الكرة شيبسا، وفيه خطأ أمام ظهر الحكم المساعد، لم يقول شيئا من أمام جوان. كوزمانوفيتش، إرنانيز دعت له الكرة، فيه خطأ، نعم فيه خطأ يا إرنانيز، خطأ واضح هنا من البرازيلي إرنانيز على بيراردي، والمخالفة صعبة كتير لاختصاص بيراردي، سجل 4 أهداف من كرات ثابتة هذا الموسم مع فريق ساسولو. دخلنا ربع ساعة الأخير مشاهدي الأفاضل من أمر الشوط، دومينيكو بيراردي في تنفيذ هذه المخالفة من بعد حوالي 30 متر عن مرمى الحارس سمير أندانوفيتش، كم هي صعبة لبيراردي هذه المخالفة، ينفذها با 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 با، رائعة رائعة من الحارس وأروع من بيراردي، فرصة ثمينة لساسولو، يلا من مخالفة ويلا من ارتماء من سمير أندانوفيتش، صدها وأخرجها للركنية وأنقذ الإنتر من هدف محقق. واو رائعة كثير هذه المخالفة، تنفذ الركنية الثانية لعناصر ساسولو وأندانوفيتش من امام بالاسيو، ثم ارنانيز يغطي كورته من امام الغاني شيبسا للتماس يقول حكم المباراه. هذا التسلل يحتسبها الحكم ضد اللاعب بالاسيو، هذه المرة بدفاع متقدم في بعض الأحيان فريق ساسولو. شوف الإعادة مرة ثانية، كم كانت المخالفة رائعة جدا،
وكم كانت الارتماء أروع من الحال السمير ألدانوفيتش. كرة طويلة من عند ريودو توصلت إلى اليسرى ناحية لونغي يلعبها في وسط الميدان مباشرة لعماروني. ماروني لشيبسا، شيبسا كرة في العمق وخروج عناصر الانتر وغوارين انطلق من هناك على الجهة اليسرى غوارين وصل لبالاسيو والتغطية رائعة جدا، تغطية من باولو كانافارو رائعة. فلوكاري يلعبها لبيراردي لسال عناصر نادي ساسولو، الكرة تمشي ترجع للخلف، رامان شيبسا عنده الكرة الغاني وصلها من هناك على الجهة اليمنى ناحية أليساندرو روسي، خلاها لفلوكاري هرب في المون للجهة اليمنى، فلوكاري مع روسي، دخل فلوكاري، روسي يبحث عن الثغرة، يرجع لفلوكاري مرة ثانية، الحكم ما قال ولا شيء، وكوزمانوفيتش في التغطية لميليتو ثم ناغاتومو للتماسك للحكم للإنتر. كم هي صعبة المباراة على الأقل لحد الآن بالنسبة لإنتر ميلانو. هنا التغطية كانت رائعة كذلك من قبل اللاعب باولو بيانكو، رغم سنه 36 سنة أنقذ الموقف وتمكن من التفوق على بالاسيو مهاجم الإنتر في وقت يبقى رامان شيبسا الغاني ساقط على أرضية الميدان. طفل صغير في وجهه يوسف رامان شيبسا، طبعا ربما لم يحمي عضلاته كما ينبغي، دخوله كان شوية غير متوقع بسبب إصابة لاعب دافيد ديونديني. يطلب العودة الطفل الغالي الصغير، يعود إلى رفقائه في وسط الميدان أمام جوان في تنفيذ هذا التماس. بالاسيو لم تصل الكرة، تسترجع في وسط الميدان بواسطة ماروني، يرجع للخلف تماما لثلاثي الدفاع كانافارو وبيونكو وأريودو، ضاعت الكرة، كوزمانوفيتش وصل عليها أرنانيز يستفيد من خطأ، يقول حكم المباراة. تلعب من غوارين والتسديدة جانبية، لعبت بسرعة هذه الكرة في بغت على بغتة من دفاع فريق ساسولو، ولكن تسديدة غوارين مرت جانبية على يمين الحارس جيان لوكا بيغولو. دخلنا العشر دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر الشوط، التغطية من جوان من هناك على الجهة اليسرى يرسل كرة طويلة، تغطية دفاعية من عند بيونكو في وسط الميدان، هرنانديز لم يتمكن منها تروح لماروني، ماروني نشط جدا يلعب على الجهة اليسرى مع لونغي، لونغي يبحث عن العمق، يبحث عن الثنائي فلوكاري وكذلك بيراردي، بالإضافة إلى بريغي نشط جدا أمام وسط ميدان متكون من كوزمانوفيتش وغوارين وهرنانديز. توصل غوارين على الجهة اليمنى يغطي كورتو، يرجع للخلف تماما ناحية رونالدو، رونالدو لكوزمانوفيتش في وسط الميدان، يلعبها من هناك مع سامويل وولتر، سامويل ناغاتومو الياباني، ناغاتومو مع بيراردي وصلها من هناك الجهة اليسرى في وضعية تسلل أم لا، ميليتو وصلت الكرة من عند هرنانديز وللتماس. ليس تماما في أحسن أحواله ميليتو على مستوى فريق إنتر ميلانو في المباريات التي لعبها سواء كأساسي وهي قليلة أم كلاعب احتياطي في تشكيلة الإنتر. كرة في التماس، باولو بيونكو توصل كوزمانوفيتش، لمس كرات كثيرة كوزمانوفيتش، جوناتان الآن، جوناتان دخل غوارين، جوناتان يلعبها في العمق مع ميليتو لم تصله الكرة، جوناتان مرة أخرى يلعبها في الوسط رونالدو غوارين، غوارين هايلة لبالاسيو ماهوش متسلل، دخل بالاسيو يلحقها، بالاسيو يوزعها ممتازة وبين أحضان الحارس بيغولو يلتقطها. طبعا في وقت كانت جماهير الإنتر تتوقع استقدامات في المستوى، طبعا ما عدا دومبروزيو بولو وهرنانديز كانت تتوقع حضور أسماء، تفاجأ الجميع بذهاب أو إقالة ماركو برونكا مكلف بالاستقدامات الذي أقاله الرئيس الأندونيسي إريك توير، رئيس الأندونيسي للنادي وليس رئيس الأندونيسي البلد.
أقله بعد 10 سنوات. كان واحد من الأسماء الفاعلة في تشكيلة فريق إنتر ميلانو. سمع هذا في وسائل الإعلام ولدى أسرة إنتر ميلانو إقالة ماركو برونكا، قلت المكلف بالاستخدامات على مستوى نادي الإنتر. جوناتان على اليمنى، جوناتان يواصل، جوناتان يوزع كرة مرفوعة. في الكرات المرفوعة لحد الآن بيكولو أظهر إمكانيات كبيرة توصل ناجاتومو، غطى من هناك على الجهة اليمنى ناجاتومو. ناجاتومو أليساندرو روسي تفوق عليه ثم الانطلاقة في هجمة معاكسة عن طريق اللاعب بريغي في الوسط، يلعبها من هناك على الجهة اليمنى مباشرة لبيراردي، يرجع لبريغي لسال عناصر نادي ساسولو، ترجع لبيراردي البحث عن فلوكاري مضطر للعودة إلى الخلف. عودة موفقة هنا من ناجاتومو وكرة صعبة ولساسولو والتوغل والتوزيع. لقطة سريعة جدا وتوزيعة رائعة، كادت تباغي الدفاع انتر ميلانو هنا قبل 6 دقائق من نهاية المباراة. ما زال التعادل دائما 0-0. انتر ميلانو معاناة كبيرة وكبيرة جدا، طبعا هو بحاجة إلى انتصار ليس فقط للحصول على 3 نقاط ولكن انتصار معنوي يخلصه من هذه العقدة التي تلازمه منذ نهاية السنة الماضية، يعني منذ 2 شهر تقريبا لم يفوز فريق إنتر ميلانو، لم يفوز خلال سنة 2014 بأية مباراة. أي نعم لم تمر سوى 40 يوما عن بداية السنة ولكنه لم يفوز. انطلاقة من بالاسيو، هناك عدد يسرى زاد في السرعة انطلق، هاي بالاسيو توغل بالاسيو، أين هي المساعدة بالاسيو؟ يا ميليتو، ضيع ميليتو فرصة سانحة للتسجيل للإنتر. هذه هي أخطر فرصة للإنتر، جاءت عند الدقيقة 40. غريب أمام ساسولو في جيوسيبي ميازا، أول فرصة للإنتر تأتي بعد الدقيقة 40، يعني أول فرصة سانحة صريحة للتأديب بالنسبة لإنتر ميلانو. كيف صارت أحوال إنتر ميلانو هذا الموسم، كيف هي أحوال إنتر ميلانو هذا الموسم الذي لم يعد يقدر على ساسولو ولم يعد يقدر على خلق الفرص للتهديف إلا عند الدقيقة 40 من عمر المباراة في مواجهة ساسولو. كرة لوالتر سامويل في الخلف، سامويل يلعب مع الجاليس مع جوان بالاسيو، يغطي كورتو دخلنا جاتومو، بالاسيو يخرج من المراقبة يلعب في وسط الميدان ليرنانيز، يغير تماما على الجهة اليمنى البحث عن جوناتان، جوناتان مع غوارين وصلوا الكرة دخل جوناتان، غوارين يلاوغ، غوارين انطلق، غوارين يوزع، يوزعها غوارين والدفاع، ترجع لجوناتان مرة ثانية، جوناتان لغوارين، غوارين الكولومبي يبحث عن الثغرة يوزع هذه الكرة بالراس وسهلة بين أحصان الحارس بيكول. هذه الراسية هل يمكن أن تسجل بالراس في ظروف مثل هذه يا هيرنانيز أمام حارس في مكانه ورأسية هكذا باتجاهه؟ شوف التوغل من بالاسيو كم كان رائعا وسريعا وموفقا، وميليتو لم يتمكن من فتح مجال التسجيل في هذه المباراة. عودة موفقة للدفاع وارتماعة رائعة للحارس، صد هذه الكرة الصعبة الأولى لعناصر إنتر ميلانو منذ انطلاقة المباراة. كرة من هناك على الجهة اليمنى لسال عناصر فريق ساسولو عن طريق شيبسا توصل على الجهة اليسرى مباشرة للمدافع لونغي، لونغي في العمق فلوكاري، مازالت الكرة لعناصر ساسولو، عودة موفقة وانطلاقة من رونالدو، رونالدو يلعب مع غوارين على الجهة اليمنى، انطلاقة ميليتو وباراسيو موش بتسلل الهيلة، كرة صعبة للإنتر، باراسيو، باراسيو وميليتو وحده يضيع مرة أخرى، ميليتو الأرجنتيني يضيع. ماذا تريد يا ميليتو؟ هل يمرر لك الكرة بيديه يضعها فوق رأسك أم رجلك؟ مرر لك، أي نعم كان بإمكانه أن يمرر كرة أرضية يجنبك إيقاف هذه الكرة بهذا الشكل، أي نعم، ولكنك تمكنت من مراقبة الكرة، كان بإمكانك حتى أن تراوغ الحارس هنا لأنه الحارس خرج مباشرة. فرصة ثانية للإنتر في ظرف دقيقتين من طرف ميليتو، دائما نفس اللاعب ميليتو، ليس هو ميليتو 2010 و2011 و2009، ميليتو ليس ميليتو عهد مورينيو، ليس هو ميليتو الانتر، انتر الانجازات في السنوات التي مرت. كرة في الركنية من هناك لصالح ارنانيز والانتر مرفوعة بروع الراسية والدفاع يتدخل، اغوارين يلحقها
قوة هائلة عند جوارين لاعب الكولومبي بدنية وفنية. جوناتان دخل جوارين, جوناتان 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 يرجع لجوارين مرة ثانية يطلبها, جوارين يراوغ باليمنى, جوارين يدخل باليسرى, جوارين يوزعها باليسرى في القائمة الثانية من هناك رونالدو بالاسيو, مازالت الخطورة دائما رونالدو, والدفاع يتدخل لصالح عناصر الانتر التي تضغط. كوزمانوفيتش وصل على الجريمة ناحية جوناتان, جوناتان مجهودات كبيرة يبذلها الانتر, وصلت لجوارين, دخل جوناتان, جوارين 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 هيل المراوغة جوارين, والدفاع والحارس رائع, الحارس وصل متأخرا بالاسيو. ماذا تريد أن تفعل يا بالاسيو؟ الإنسان عنده حدود في دورانه وفي تصرفاته وفي تحركاته. أنت أردت أن تقوم بحركة لا يقدر عليها الإنسان بهذا الشكل, أنت أنك تدور في الاتجاه المعاكس بالشكل الذي شاهدناه. شاهدوا معي الكرة كما ينبغي, بالاسيو هنا حب يدور أي صعب عليك أنك كان ممكن يصاب بالاسيو بهذا الشكل لو زاد شوية في الحركة اللي عملها منذ حين. وضعت فرصة أخرى وانطلق عناصر ساسولو في هجمة معاكسة, تلعب كرة أرضية وتغطية دفاعية من سامويل. الدقيقة الأخيرة دخلنا الآن, مثير المباراة والجميلة, لكن كرة سامويل سيئة جدا, راح تسالع للحارس بيغولو اللي يؤدي في مباراة كبيرة اليوم أمام إنتر ميلان, وأنقذ مرماه من كرتين من قبل الأرجنتيني ديغو ميليتو. المنقذ بالنسبة للإنتر هو هذا, ليس المدرب, ولكن رودريغو بالاس مدرب ربما ليس الآن في أول موسم له مع فريق إنتر ميلانو, كان متميز ومتألق مع فريق نابولي, لذلك لا يمكن أن نجزم بأن المدرب هو الذي يصنع النادي أو النادي هو الذي يصنع المدرب, ولكن الأكيد أن الإثنان يخدمان بعضهما البعض جيدا, لأنه والتير مالزاري خدمته التشكيلة التي كانت موجودة في نابولي التي كانت تلعب بثلاث مدافعين في الخلف بنفس السيستم والطريقة, لم يقدر على تحقيق النتائج ولم يقدر على الأداء المتميز مع فريق إنتر ميلانو بثلاث مدافعين في الخلف ولاعبي رواق, ثلاث لاعبين في الوسط ومهاجمين اثنين. دقيقتان من الوقت بدل الضائع, يقول حكم المباراة السيد سيباستيانو بيلوزو, في شوط أول لم يقدر فيه الانتر, هذا ما يمكن أن نقوله, الانتر لم يقدر على هز سباك نادي ساسولو. هل سيفعلها فريق ساسولو في نهاية هذا الشوط؟ الكرة تلعب على الجهة اليسرى وصلت مباشرة للونغي, يرفع في القائمة الثانية, خطيرة وناغاتومو, كرة صعبة وخطيرة وناغاتومو مباشرة للجهة اليسرى من هناك لديغو ميليتو. هل سيخرج ميليتو في نهاية هذا الشوط؟ يعني لن يعود في الشوط الثاني. تلعب الكرة في وسط الميدان, إرنانيز لم يتمكن منها, تسترجع من جانب عناصر نادي ساسولو, ثم البحث عن ماروني وكذلك بريغي. إصرار كبير جدا عند لاعبي فريق ساسولو من أجل التفوق في الكرات البينية والتفوق في الثنائيات. كوزمانوفيتش في وسط الميدان يلعب من هناك مع إرنانيز, رجعت للخلف مباشرة مع جوان لناغاتومو في آخر الكرات لعناصر إنتر ميلانو. 0-0 أمام ساسولو اللي فاز عليه في لقاء الذهاب 7-0 على أرضية ميدانو. الإنتر يتعصر, الإنتر يتحصر, الإنتر يعاني, الإنتر يتألم, الإنتر يجد صعوبات كبيرة جدا للفوز بهذه المباراة للوصول إلى المرمى, إلا إذا قال جوارين لا, مرفوعة من جوارين ليست بالشكل اللازم, وأريودو ينقذ الموقف ويخرج للتماس. جوارين هو اللي ممكن أنه يصنع الفارق, هذا اللي يظهر على الصورة بالنسبة للخط الأمامي لإنتر ميلانو. تلعب الكرة في وسط الميدان, كوزمانوفيتش يلعب لإرنانيز, إرنانيز يلعب أرضية مع ميليتو, ميليتو يلعب ممتازة لبالاسيو, بالاسيو إرنانيز ناغاتومو, يلا يا ناغاتومو, تأخر إرنانيز هنا في تمرير الكرة لناغاتومو, ثم الانطلاقة عن طريق اللاعب شيبسا. يوسف شيبسا يعتمد على سرعته ويستفيد من تماس بعد عودة إرنانيز وعودة ناغاتومو. الشوط الأول انتهى في وقته الرسمي وانتهى أيضا في وقته بدل الضائع 0-0. أمور الإنتر صعبة وتتعقد مع بداية الشوط الثاني, الأمور ستكون أصعب. سأعود وألتقي بكم مشاهدي الأفاضل, شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله. بعد الحظات سنكون لديك مهند وضيوفك الكرام. She want nothing for this. Yo, me nah miss, now my wife.
لا معليش أفكارك الجنونية، رؤيتك الحالمة، خططك المنسية، ومشاريعك المستحيلة، هاتها لكي ترى النور مع البنك الأقوى في العالم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو الخاص بمباراة إنتر ساسولو. الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف في شوط يمكن القول فيه أن الإنتر عجز عن زيارة شباك ساسولو رغم المحاولات الكثيرة خصوصا في آخر 5 دقائق من الشوط الأول، وأن ساسولو لم يقف مكتوف الأيدي بل حاول في أكثر من كرة خصوصا تلك التي جاءت من قدم بيراردي التي تعلق فيها هاندانوفيتش. أليساندرو، بالتأكيد أنك غير راضي عن النتيجة لأن الإنتر لم يتمكن من زيارة شباك ساسولو، لكن هل أنت راضي على أداء الفريق؟ لا. كان شوط أول رأينا فيه الإنتر لم يقنع بالرغم أنه كاد أن يسجل في 3 مناسبات عبر هيرنانديز وميليتو وغوارين، ولكن على صعيد الأداء خيب الأمال وخيب الظن. الإنتر لديه مشاكل على الأطراف، فقد ناغاتومو وجوناتان كلاهما غير قادر على تشكيل خطورة أو رفع كرة مناسبة أو عرضية خطيرة لغوارينا وليا ميليتو لبالاسيو. الفرص القليلة التي رأينا فيها الإنتر يهاجم، تحرك بالاسيو، يخرج بالاسيو ويترك فراغات ومنافذ ويرفع الكرة، حينها يتحرك شيء ما. ننظر هنا هيرنانديز عادة من ذلك المركز، ننظر هنا الكرة كانت قريبة جدا، عادة لا يخطئ من ذلك المركز. غوارين تسديدة قوية ولكن من بعيد جدا بدون أي خطورة. ربما غوارين وهرنانديز أفضل لاعبين في الشوط الأول بالنسبة للإنتر وأكثر تسديدا على المرمى. quando Palacio si muove يتحرك بالاسيو شيء ما يحدث، ولكن ميليتو ليس بميليتو الذي نعرفه جيدا. ميليتو في صعوبة ويحتاج لاسترجاع الاستعدادات كغيره من الفريق. الانتر اعتقد انه مشلول، يحتاج الى هدف للتحرر من كل القيود والعقد النفسية. انظر هنا ميليتو، شيء غير معقول. قبل شهر، لا أكثر من شهر، في أيامه الذهبية كان سوف يسجل هدفين من هذه الفرصة، هدف واحد. انظر هنا، صحيح. الانتر ستا جوغاندو ستا كرياندو برو ولكن ليس بإنتر الذي كنت أريد أن أراه وأن أتابعه. الإنتر شرس يهاجم المساحات والأطراف. إنتر كان من المفترض أن يثبت أن لديه الرغبة، يفكر أكثر من اللازم. طب السؤال المطروح الآن سمير، هل بمشاهدتنا لآخر 5 دقائق تألق فيها للإنتر ضغط كثيرا على فريق ساسولو يعطينا تفاؤلا بأن الإنتر في نسق تصاعدي في هذه المباراة وربما في الشوط الثاني يتحسن أكثر من ذلك ويتمكن من زيارة الشباك خصوصا بتألق إرنانديز بتألق غوارين، هناك تسديدات كثيرة، صحيح. ميليتو ليس بميليتو مثل ما قال الميستر، صحيح. يمكن للإنتر أن يصحح أو يكون أحسن في الشوط الثاني بشرط تصحيح بعض الأخطاء.
أولا نتكلم على تمركز الإنتر في وسط الملعب، لأنه تكلمنا على إرنارس، جوارين، كوزمانوفيتش، طريقة لعب الإنتر وتمركزه فوق الملعب. إن شاء الله تكون، لأن اخترت بعض الصور، إن شاء الله يكونوا جاهزين بعض الصور لتفسير للسادة المشاهدين تمركز الإنتر على مستوى وسط الملعب، ثم نتكلم على الباقي. لهنا نتكلم على تمركز لاعب الإنتر، لاحظ ثلاث لاعبين، كوزمانوفيتش هو اللاعب الذي يكون قريب من خط الدفاع، جوارين ولاعب إرنارس على اليمين وعلى اليسار. لاحظ هنا لاعب إرنارس تألق وكان قريبا من المهاجمين، وهذه الخطة تتناسب كثيرا مع إرنارس ومع جوارين. إذن المشكل في وسط الملعب قد حسم تقريبا بوجود مثلث، يكون كوزمانوفيتش هو المتأخر وهو تقريبا ليبرو وسط الملعب. هذا طيب، ولكن نتكلم كذلك على لمسة أخيرة في الإنتر. لاحظوا اللقطة هذه، لأنه الإنتر يهاجم على الأطراف، ولكن اللمسة الأخيرة كانت تنقص فريق الإنتر. لو نشاهدوا اللقطة الأخيرة هنا، ناجاتومو الكرة عنده، من المفروض توزيع الكرة لثلاث لاعبين متحررين طالبين الكرة خلف المدافعين. شوف هنا لاحظ ماذا فعل ناجاتومو، ترك ثلاث لاعبين في الأوف سايد. إذن لاحظ هنا ثلاث لاعبين كاملين في التسلل، وبالتالي لو وزع هذه الكرة لكان ربما يكون هدف. هذا المشكل، يعني هناك تمركز جيد، هناك اللمسة الأخيرة. ثم في هذا الأسلوب 3-5-2 تستعمل كثيرا الأطراف، يعني جوان ويعني ناجاتومو، جوناتان وناجاتومو. طيب خلاص، لابد أن يتوفر عنصر المفاجأة. تكلم ميستر على التوزيعات، التوزيعات كانت مخطئة، القرار كان خاطئ، اللمسة الأخيرة كانت خاطئة. لابد من عنصر المفاجأة، لا تهاجم لأجل الهجوم، لابد أن تهاجم من أجل المفاجأة وخلق التفوق العددي مع الخطر. هذا لم يحدث في الإنتر. ثم أخيرا نتكلم على ميليتو. بالاتسيو تحرر كثيرا بوجود ميليتو، استعمل المساحات، استعمل سرعة فنيته، ووفر لميليتو هدفين، فرصتين لا تضيعان، ولكن ميليتو أضاع الأولى وأضاع الثانية. الإخفاق يحدث، ولكن مع لاعب في حجم ميليتو مع كرات سهلة من هذه التينة لابد. أقصد سمير يسأل عنه ميليتو، لأن الأداء الجماعي في الكرات التي يضعها ميليتو كان رائع. هو هفوة فردية لميليتو، يعني بلاسو فعل كل شيء ووفر فرصتين كبار إلى ميليتو كان يمكن تسجيله. عموما نتكلم على إنتر أفضل بالنسبة لي أنه وجد توازنه، ولكن على مستوى الهجوم، على مستوى اللمسة الأخيرة لابد من تعديل بعض الأشياء. طب لو أخفق ميليتو في كرة واثنين وثلاثة، هل ماتزاري يفكر في تغيير ميليتو؟ الإنتر يحتاج لمن ينهي الهجمة، في بناء هجمة، في خط وسط ملعب جيد، في كرات تأتي من خط الوسط جيد، في ثنائيات، في ثلاثيات في الوسط الملعب. نعم يدي وزير بجنبه ميليتو، فيما يخص ميليتو أضع، ولكن كان دائما في المكان المناسب بالوقت المناسب. الكرة دائما تذهب نحو ميليتو، يعني لديه حاسة التمركز بشكل ممتاز، ويحتاج للعب ويحتاج للهدف للتحرر من القيود الذهنية. على سبيل المثال هذا الفريق يستند كثيرا على جوناتان وناجاتومو على الأطراف، ولكن هنالك مشاكل مع ناجاتومو وجوناتان. إذن عليك أن تغير التركيبة، عليك أن تلعب الرباعي في الدفاع. إذن عليها أن يخرج سامويل جوناتان وناجاتومو كأظهرة حقيقية، وأن تقحم لعب وسط ميدان فني لتحرير حتى الأظهرة. بمكانك أن تقحم بوتا الذي يلعب كجناح، بوتا وبالاسيو هو ميليتو في الهجوم، بمكانك أن تقحم إيكاردي في مكان ميليتو. هنالك حلول، هنالك حلول، هنالك حلول، ولكن لسنا ماتزاري. ولكن حتى على ماتزاري نتحرك 10 مباريات بدون أي فوز. 22 ديسمبر آخر انتصار للإنتر بالسنة الماضية، فات الأوان، تعادلنا ضد الكييفو، بارما، سامدوريا، كاتانيا المتذيل للترتيب العام 0-0. حان الوقت للتغيير، للمجازفة. بسرعة تعقيب على الكلام، ولا في نفس السياق تقريبا، الحل ليس في كثرة المدافعين، الحل في طريقة الدفاع. أنا من رأيي حسب اعتقادي ثلاث مدافعين كثرة،
لأنه ساسولو يهاجم تقريبا بمهاجم وحيد أو يستعمل. إذن يمكن أن يلدع ساسولو. يمكن. في لعب اسمه بيراردي. لا لا لا. كرة ثابتة هجمة مرتدة. متفقين. ليس الحل في كثرة المدافعين. يمكن أن ندافع باثنين فقط وأكون أكثر قوة في الدفاع. المشكل في التنظيم الدفاعي. طب سنتحدث عن التنظيم الدفاعي وسنتحدث عن توقعات الشوط الثاني بالنسبة للإنتر وبالنسبة أيضا لساسولو. ساسولو هناك لاعبين على بنك الاحتياط لهم أسماء. منهم سانسوني لعب للبارما يمكن أن يكون حل بالنسبة لماليزاني لكن كل ذلك بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام. زازا زازا كل ذلك بعد فاصل لساندرو سنتحدث عنه مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير تكرموا بالبقاء معنا. هاي ممكن وحدة؟ هتاكلي لحمة ناية؟ لا وحدة شيبس. طبعا تفضل. ايه ده انت قلتي واحده؟ لو بتقبرني كده تهبرني. اوعي امسكي يا واحده. اه روحي اقعدي مكانك مالكيش غدا النهارده. ممكن واحده مش كفايه بغديكم النهارده؟ عزمت وما عزمت المهم ليز طعم لا يقاوم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو الخاص بمباراة الانتر ساسولو اخر مباريات الجولة 23. تحدثنا عن الانتر سأعود اليك سمير نتحدث اكثر عن الانتر لكن اريد ان اقف مع الميستر حول فريق ساسولو. هل يمكنني القول بأن دي فرانشيسكو ظلم من ساسولو لأن هناك تعاقدات كثيرة لهذا الفريق ودي فرانشيسكو لم تمنح له الفرصة للاستفادة منها في باولو كانافارو بيونديني فلوكاري سانسوني كلها أسماء جديدة بالنسبة لساسولو. No, devo dire che Di Francesco. نعم دي فرانشيسكو فاز بالدوري الدرجة الثانية وبجدارة وبدأ بشكل جيد ولكن النتائج هي التي تحكم عليك وتحكم على وتحكم على مصيرك وتحدد مصيرك لذلك أجبر ساسولو على إبعاد دي فرانشيسكو لكن بعد خروج دي فرانشيسكو تم انتداب 12 لاعبا نتحدث عن تشكيلة بأكملها صحيح. هذا ساسولو مختلف ليس بساسولو لذلك سألتك عن الفرصة عن فرصة مدرب يتمكن من الاستفادة من هذه الانتدابات 12 لاعب غير معقول. أنا مع إبقاء دي فرانشيسكو فهو يعرف البيئة والفريق الكل يثق في دي فرانشيسكو. يأتي مدرب جديد تأتي عناصر جديدة قبل الاندماج قبل التأقلم المدرب واللاعبون تحتاج لوقت طويل جدا. واللي جاء للساسولو ماليزاني ميستر آخر تألق لماليزاني في الكالتشو 2003 مع كيفو آخر تألق للمدرب. نعم بالفعل محق 100% هذا هو زازا لاعب يوفنتوس من رديك اليوفنتوس وحتى بيراردي ملك اليوفنتوس اليوم على دكة الاحتياط زازا ولكن قد يدخل في الشوط الثاني لما لا. نعتقد أنه ظلما تم إبعاد دي فرانشيسكو لأنهم الفريق كان يلعب بشكل جيد بالتأكيد لم تأتي النتائج في أعتقد أن سوف لن يتغير الأمر مع ماليزاني. لازلت عند رأيك يلعب بمدافعين لو نزل زازا بسرعة؟ لا أنا بالنسبة للإنتر أتكلم على بالنسبة للإنتر سحب سامويل لعب بأربع مدافعين التوصيات لجوناتان وناجاتومو بالهجوم عن طريق طرف واحد يعني لما يهاجم جوناتان تثبيت ناجاتومو يصيروا ثلاث مدافعين وهذا عدد كافي. الزج في مكان سامويل بكوفاسيتش
تحت المهاجمين، يصيروا ثلاث لاعبين تحت المهاجمين واثنين إلى الأمام، يعني يصير الإنتر يلعب 4-1-3-2، يعني بجانب أجوارين ولعب إيرناليس يصير كوفاسيتش، وبالتالي توفير أكثر فرص للإنتر على المستوى الهجومي مع المحافظة على التوازن الدفاعي. إذا ما بقي ميليتو في عدم توفيقه أو تسجيله لابد من تغييره وإدخال مهاجم. روبن بوتا في دقيقة له مكان في الشوط الثاني. كما قلت لك سوف أخرج مدافع وأقحم بوتا. نعم، نعود من جديد للسانسيرو جوسيبي ميادزا مسرح هذا اللقاء بين إنتر ساسولو مع حفيظ الدراجي. حفيظ تفضل لك الكلمة. شكرا جزيلا لك مهند، أسعد الله مساءكم بكل الخير. مشاهدي الأفاضل مجددا نرحب بكم إلى ملعب جوسيبي ميادزا ومجريات الشوط الثاني من مباراة الإنتر ساسولو. شوط أول كان مثير ولكن من دون تهديف، من دون أن يتمكن الإنتر من الوصول إلى مرمى الحارس جانلوكا بيغولو الذي كان متميزا في وقت كان ميليتو سيئا جدا عندما ضيع فرصتين ثمينتين من دون أي تغيير مع بداية هذا الشوط الثاني. التغيير الأول كان اضطراري خلال الشوط الأول بدخول يوسف رمان شيبس الغاني في مكان ديفيد بيونديني الذي خرج متعثرا بالإصابة. ما عدا ذلك فريق ساسولو يعود إلى الشوط الثاني بالتشكيلة الآتية: جيانلوكا بيغولو في الحراسة، ثلاثي خط الدفاع كانافارو أريودو وبيانكو، الجهة اليمنى أليساندرو روسي، الجهة اليسرى لونغي، وسط الدفاع صار متكون من ماروني بريغي وكذلك شيبسا في مكان بيونديني. ثنائي خط الهجوم متكون من فلوكاري وكذلك دومينيكو بيراردي هدف فريق ساسولو منذ انطلاقة الموسم ب 12 هدفا من بينها 4 أهداف سجلها أمام الميلان. كرة صعبة وخطيرة للإنتر والتغطية الدفاعية تروح الكرة مباشرة في أول ركنية مع بداية هذا الشوط الثاني. بالنسبة للإنتر دخل الشوط الأول بسامير أندانوفيتش في الحراسة، رولاندو وصامويل وجوان على مستوى ثلاثي خط وسط الدفاع، أمبروزيو الجهة اليمنى جوناتان، الجهة اليسرى ناغاتوم، وسط الدفاع كوزمانوفيتش هيرنانيز وغوارين، ديغو ميليتو وباراسيو ثنائي خط الهجوم في تشكيلة فريق إنتر ميلانو. لا بأس أذكر بكرسي احتياط الفريقين بالنسبة للإنتر عن جوان بابلو كاريزو، مورو إيكاردي، ريكالو كاتزيلازي، موندوغاي، بوتا، دومبروزيو، زانيتي، كومبانيارو، رانوكيا، كوفاتشيتس، فيرتايدير، أندريولي. بينما كرسي احتياط فريق ساسولو عن ديغو فارياس، ميسيرولي، زازا، أونتي، زيغلير، بوتشينو، غازولا، فلورو فلوريس، سانسون، بوليتو وبوميني. بنفس الكيفية 3-5-2 لكل تشكيلة نادي ساسولو يلعب بثنائي خط الهجوم بثنائي في خط الأمامي، خلق فرصتين للتهديف، واحدة من كرة ثابتة كانت رائعة من تنفيذ بيرارتي والأخرى كانت باللعب صدها الحارس المتألق سامير أندانوفيتش. في شوط أول قلت كان مثير، صعوبات كبيرة لا يزال يعاني منها ويجدها فريق إنتر ميلانو لاختراق مرمى ساسولو وكذلك لتحقيق أول فوز له هذه السنة. كرة لبالاسيو، ينتظر صعود ناغاتو متأخرة وكذلك غوارين وزعها والكرة خرجت مباشرة للركنية. يقول الحكم لصالح عناصر الإنتر. الركنية الثانية في بداية هذا الشوط الثاني من عمر المباراة. تنفذ الركنية في القائم الأول، روسيا هدف، جول صامويل وولتر يفتح مجال التسجيل لصالح الإنتر. إنه الهدف الثامن للإنتر من كرة ثابتة. نعم هو الهدف الثامن للإنتر من كرة ثابتة، سجل 7 أهداف لحد الآن من كرة ثابتة صامويل وولتر الأرجنتيني 36 سنة، ينقذ الإنتر في بداية هذا الشوط ويسدد بالرأس. نعم يسدد بالرأس أو يضرب بالرأس وليس يسجل بالرأس. أول أهداف هذا الموسم في رابع في خامس مباراة له فقط مع إنتر ميلانو صامويل وولتر. هدف مباغت ولكنه كم هو ثمين، ولكنه أيضا في نفس الوقت الذي يمكن أن نقول عنه بأنه ثمين ولكنه غير كافي بالنسبة للإنتر أمام فريق ساسولو سيخرج من منطقته في هذه اللحظات. كشف عن قدرات كبيرة جدا خلال المرحلة الأولى. كرة في وسط الميدان مباشرة لصالح شيبسا يلعب في العمق مع الخطير بيراردي يغطي الكرة يرجع للخلف. مباراة ستصبح أجمل بهذا الهدف، كرة ممتازة في العمق لكنها خرجت ضربة مرمى. الحكم المساعد
لم يرفع الراية معلنا عن وضع التسلل هنا في هذه الكرة من أليساندرو الروسي المدافع الأيمن، خرجت مباشرة لضربة مرمى يقول حكم المباراة. الإنتر على موعد مع أول فوز في هذه السنة، سابق لأوان الحديد عن هذا الأمر، ولكن طبعا عشاق الإنتر عشاق الكرة الإيطالية كلهم يأملون فوز الإنتر، لأن عندما يكون الإنتر في أحسن أحواله في الدوري الإيطالي، عندما يكون اليوفي كذلك، الميلان، روما، نابولي، فيورنتينا، بارما، لاتسيو، عندما تكون هذه الفرق في أحسن أحوالها، الدوري لا يمكن إلا أن يكون من أحسن ما يكون. أما عندما يسيطر عليه نادي واحد سواء كان اليوفي أو غيره، فنفقد طعم المنافسة وطعم المتعة كذلك في مباريات الدوري الإيطالي. كوزمانوفيتش لم يتمكن من هذه الكرة، وولتر سامويل ترجع له مرة ثانية، يا وولتر، حذري وولتر سامويل كاد يخطئ لولا الخروج الموفق من سامير أندانوفيتش، يسبق هذه الكرة ويتفوق بها، تلعب في وسط الميدان، ماروني من هناك على الجهة اليسرى يلعبها لفلوكاري، ترجع لماروني يستفيد من تماس، فات الكرة غوارين في بهذا الشكل، خرج التماس لصالح نادي ساسولو، هدف مقابل صفر مشاهدي الأفاضل بعد مرور لحد الآن 6 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني. بالاسيو لم يتمكن منها، كان فارو في التغطية يرسل كرة طويلة بعيدة تماما، هدف كم كان مباغتا بالنسبة لعناصر ساسولو أنهم يتلقوا هدفا بهذا الشكل في هذا الوقت بالذات في بداية مبكرا في بداية الشوط الثاني من المباراة. هذا الهدف راح يخرج لاعبي نادي ساسولو من منطقتهم، يخليهم يخرجون من منطقتهم مما يصعب من مهمتهم في الخط الخلفي. شوف الآن المساحات كيف تصير موجودة، الكرة لصالح ميليتو، ميليتو يواصل دائما عنده الكرة الأرجنتيني، انطلق مع كوزمانوفيتش، وصل الكرة على الجهة اليسرى أو إرنانيز، إرنانيز عنده الكرة، إرنانيز ميليتو يضيع. عندما تكون عند ميليتو جماهير الإنتر لا تأمل الشيء الكثير. شيبسا يخرج بهذه الكرة، يوصلها مباشرة على الجهة اليمنى ناحية بيراردي، ثم كرة طويلة من عند أليساندرو روسي بعيدة تماما، راحت سهلة للحارس سمير أندانوفيتش، تلعب من هناك على الجهة اليمنى مع رونالدو، رونالدو قريب منه جوناتان، يفضل الكرة في العمق ناحية ميليتو، ميليتو ناقص منافسة، يرجع لإرنانيز، إرنانيز ناغاتومو، ناغاتومو كرة في العمق لبالاسيو، بالاسيو يتوغل عنده الكرة، بالاسيو، بالاسيو خطير، يجيه ناغاتومو وبالاسيو، ما زالت الكرة لصالح عناصر الإنتر ثم تعضيع، تروح لشيبسا يوسف كرة طويلة هائلة من شيبسا يوسف ناحية بيراردي، ولكن التغطية الدفاعية ثم خروج جوان على الجهة اليسرى، جوان مع ناغاتومو يلعبها لبالاسيو، بالاسيو ناغاتومو، ناغاتومو لجوان، جوان يلحق الكرة يرتكب خطأ، الحكم قال لا، تماس لجوان وللإنتر، 7 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني مشاهدي الأفاضل. هل يتمكن فريق إنتر ميلانو من تحقيق أول فوز؟ على فكرة خلال الشوط الأول كنت قلت لكم بأن رئيس نادي لاتسيو وصلته تهديدات من عشاق فريق لاتسيو على الاستغناء عن خدمات إرنانيز، في نفس الوقت إرنانيز سقطت دموعه عند مغادرته لفريق لاتسيو الذي لعب فيه كثيرا وكان صعبا عليه مغادرة فريق لاتسيو، طبعا تحدث عن دموع الفرقة ودموع الفرح أيضا بالالتحاق بالإنتر، لأنه قال بأنه من حسن حظه أنه لم يغادر لاتسيو في باتجاه نادي أقل شأنا من لاتسيو، وإنما باتجاه نادي أيضا عنده شأن كبير جدا، اسمه تاريخ كبير جدا، اسمه إنتر ميلانو. كرة في التماس لصالح أليساندرو روسي، كأنه الهدف اللي سجله فريق إنتر ميلانو قتل معنويات لاعبي فريق ساسولو، ولو أننا لا يمكن الحديث عن قتل المعنويات ما دام الإنتر لم يسجل هدف الثاني. بالاسيو وناغاتومو والتغطية الدفاعية رائعة هنا من عند باولو كانافارو، يخرج الكرة للتماس لبالاسيو، يرجع للخلف كوزمانوفي أو إرنانيز، إرنانيز باليسرى ثم بنيوبنا محتفظ بالكرة، يرجع للخلف لكوزمانوفيتش، كوزمانوفيتش من هناك على الجهة اليمنى يوصلها لرونالدو، رونالدو على الجهة اليمنى مع جوناتان، جوناتان مطل العودة إلى الخلف لرونالدو، معروف على دفاع فريق الإنتر ثقله والأخطاء التي يرتكبها في بعض الأحيان وكلفته كثيرا. هنا لصالح جوناتان يقول حكم المباراة خطأ، نعم خطأ واضح، وتخطأ آخر وبطاقة صفراء لأليساندرو روسي يخرجه حكم المباراة.
والتر سامويل جوان جوان ميليتو ميليتو بالاسيو وتسديدة من غوارين فوق المرمى. تسديدة غوارين بعيدة تماما فوق المرمى. غوارين الذي لم يسجل سوى 3 أهداف. نعم أقول لم يسجل إلا 3 أهداف لأن نزعته الهجومية من عدته كان يعودنا على تسجيل أهداف أكثر مع فريق إنتر ميلانو. في خطأ هنا الحكم يصفر لصالح عناصر نادي ساسولو. لم يستسلم تماما فريق ساسولو. تغطية دفاعية من هناك عن طريق اللاعب رونالدو. بالرأس من كوزمانوفيتش والانطلاقة عودة موفقة من الغاني يتفوق بفضل قوته وليختو يوصلها مباشرة على الجهة اليمنى وانطلاقة للتماس بعد التدخل هنا. ماذا هنالك من بيراردي على اللاعب جوان؟ يبدو أن الحكم المباراة كان هادئا ولم يدخل في الاحتجاجات. لم يأخذوا بالاعتبار احتجاجات لاعبي فريق الانتر وإلا كان يمكن حتى يخرج بطاقة صفراء. شوف هنا ما كان ولا شيء. لا 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 لا, لا غير متعمدة تماما هذا التدخل من دومينيكو بيراردي. كرة في التماس لصالح أليساندرو روسي. لا يزال خايف والتر ماتزاري مدرب فريق انتر ميلانو. الكرة اللي يوسف شيبسا على الجهة اليمنى للتماس فاتو أليساندرو روسي لصالح عناصر الانتر المرتبكة شوية منذ سجلت الهدف الأول لها في بداية هذا الشوط الثاني. الانتر امام ساسولو متفوق بهدف مقابل 0 فقط. عناصره ضغط كبير عليها وتريد ان تحافظ على هذه النتيجة وتحرز فوزا. كرة من هناك من اريودو على الجهة اليسرى يلعبها مع مدافع لونغي. لونغي في العمق البحث عن فلوكاري يغطي الكرة مرة ثانية. فلوكاري يرجع للونغي ضغطين لاعبين تاع الانتر. كرة في وسط الميدان ممتازة من ماروني ترجع مرة ثانية للمدافع لونغي أمام زوج لاعبين يتفوق الثالث تفوق عليه وانطلقها من هناك على الجريمة عن طريق غوارين من عند رفيقه ميديتو. غوارين واو باولو كانافارو أو بيانكو عفوا مباشرة للركنية. توزيعة غوارين كانت رائعة وباولو بيونكو كادي يغالط حارسه. تبقى الكره لغوارين من هناك على الجهه اليمنى لصالح الانتر مرفوعه بروعه من غوارين وصلت لجوان ولكن بعيده تماما. ترجع من عند سامويل لكوزمانوفيتش. كوزمانوفيتش يرجع لسامويل مره ثانيه يرجعها لرفيقه جوان. جوان جنبه ناغاتومو ما زالت عنده الكره. جوان يواصل جوان عنده الكره راح جوان لم يمر من الاول والثاني الثالث لا في مساحه صغيره. الكره للتماس الحكم يقول لساسولو. ربع ساعه لعبنا منذ بدايه الشوط الثاني. هدف مقابل 0 بصعوبه لصالح الانتر من امضاء وولتر سامويل. اذا لم يتمكن فريق انتر ميلانو خلال العشر دقائق المقبله من اضافه هدف ثاني او حتى خليني نعطي له ربع ساعه من اضافه هدف ثاني ستكون مهمته صعبه وصعبه جدا في الحفاظ على هذه النتيجه. غوارين يوصل من هناك على الجهه اليمنى ناحيه جوناتان سعد يلحق الكره. جوناتان نزعه هجوميه كبيره عن جوناتان محاوله المرور. جوناتان 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 والتغطيه من اريودو ينقض الموقف. تبقى لصالح عناصر انتر ميلانو. وولتر سامويل يلعب من هناك على الجهه اليمنى مع رولاندو. رولاندو يبحث عن غوارين للتماس لساسولو. نعم نعم الكرة ضربت في غوارين. طبعا ساسولو عندما يواجه الانتر والميلان واليوفي ورازيو وروما يلعب مباراة الموسم مباريات الموسم ومباريات عمره اللاعبين بهذا الحجم. رونالدو ينفذ التماس يرجع مباشرة للخلف ناحية سامويل. كان
فيه تغيير اضطراري في الشوط الأول لفريق ساسولو بخروج وسط الميدان المتميز اللاعب بيونديني ودخول شيبس الغاني، خروج بالكرة هنا عن طريق اللاعب كانافارو يلعب من هناك على الجهة اليسرى مع ماروني، ماروني يرجع لشيبسا مرة ثانية، شيبسا يبحث عن الجهة اليمنى أين يوجد بيرارتي، خرج من المراقبة بيرارتي خطير يوزعها بيرارتي تضرب في الدفاع في جوان وتخرج لي لا لم تخرج لصالح عناصر فريق ساسولو، كاد ميليتو يخطفها تروح مرة ثانية لشيبسا، شيبسا سريع يلعب على الجهة اليمنى مع بيرارتي، بيرارتي خرج من المراقبة يوزعها بيرارتي والتغطية من جوناتان خرجها للتماس، ترجع له بيراردي أخطر عنصر في تشكيلة فريق ساسولو، هاي للكرة هذه مرفوعة في العمق، فلوكاري يخرج بالكرة هذه، فلوكاري يلعب من هناك على الجهة اليسرى كرة صعبة لصالح فريق ساسولو وسامويل ثم إرنانيز، لمن يا إرنانيز؟ لديجو ميليتو يلعب من هناك على الجهة اليمنى مع غوارين، غوارين لم يتمكن من هذه الكرة، التغطية من لونغي هو غوارين وتماس الحكم يقول الانتر بالاسيو معاي وصلها مباشرة لميليتو، ميليتو طلبها غوارين رجعته مرة ثانية يدخل بالاسيو هيلو من دون ما توقف غوارين حب يوصل الكرة لبالاسيو، اللعبة سريعة جدا لكن الضغط الكبير على عناصر الانتر هو اللي يخليهم يخطئون بهذا الشكل، شيء جميل ان المباراة صارت مفتوحة الان منذ سجل الانتر، بيرارتي خطير خطير بيرارتي وفي خطأ من جوان، في خطأ من خيسوس جوان المدافع البرازيلي في تشكيلة نادي انتر ميلانو بالغ من العمر 22 سنة، يطالب ببطاقة صفراء دومينيكو بيراردي، بيراردي في تنفيذ هذه المخالفة هاي صعبة 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 في القائمة الثانية خطيرة ولكن الدفاع يخرجها بصعوبة على مرتين، كوزمانوفيتش خرجها مازالت الخطورة دائما لصالح عناصر فريق ساسولو، فلوكاري لم يتمكن منها وغوارين يخرجها لبالاسيو لجوناتان، جوناتان يبحث عن بالاسيو وصلت الكرة بالاسيو وفي خطأ نعم من الغاني، في خطأ من شيبس الغاني على بالاسيو الأرجنتيني، تدخل هنا كان من الخلف على بالاسيو، جوناتان كوزمانوفيتش رونالدو وولتر، كوزمانوفيتش مرة ثانية نشيط في وسط الميدان، لاعب الصربي في تشكيلة فريق انتر ميلانو، تلعب الكرة لناغاتومو على الجهة اليسرى، ناغاتومو يرجع للخلف لجوان كوزمانوفيتش، رونالدو حاولت الاحتفاظ بالكرة من جانب عناصر فريق انتر ميلانو، ديغو ميليتو راح يضيع، ديغو ميليتو راح يضيع، ديغو ميليتو عنده الكرة، ديغو ميليتو يلعب على الجهة اليسرى ممتازة مع إرنانيز، إرنانيز لناغاتومو تخلي إرنانيز، ناغاتومو يرجع لإرنانيز، كرة معزول على الجهة اليسرى ترجع له ناغاتومو، ناغاتومو إرنانيز مرة ثانية باليمنى يوزعها إرنانيز وممتازة من هناك عن طريق بيغولو، صعبة الكرة جوناتان قوية جدا هذه الكرة من جوناتان، كاد يسجل الهدف الثاني في المباراة وهدفه الثالث له هذا الموسم، استلام رائع للكرة هنا من جوناتان، بيقولوا هو الذي أخطأ في رد هذه الكرة، عمره حارس المرمى ولا المدافع أنه يرجع الكرة في وسط الدفاع هكذا في العمق دائما على الجهتين اليمنى أو اليسرى، توصل الكرة لبيراردي المتألق لم يتمكن منها من أمام ناغاتومو، راح بالاسيو يغطي كورتو، بالاسيو يواصل، بالاسيو يواصل، بالاسيو يدخل، بالاسيو عنده الكرة في حاجة لمساندة مع بيراردي، الحكم قال ولا شيء ولا شيء ولا شيء، تخرج الكرة من عند ماتيو بريغي مباشرة لبيونكو، كرة طويلة لفلوكاري، ولكنها تروح للتماس بعد التدخل هنا من قبل المدافع والتر سامويل، يلعب بنفذ التماس في الخلف مع المدافع أليساندرو روسي، يلعبها في العمق لرفيقه كانافارو، تلعب على الجهة اليسرى من هناك مع أريودو، مرفوعة كثير يا أريودو، مرفوعة كثير يا أريودو، بعيدة تماما على أندانوفيتش، بعيدة تماما على الرفقاء، خارج ضربة مرمى، 19 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني، دائما هدف لصفر بصعوبة بشق الأنفس للإنتر أمام ساسولو، سيحدث تغيير في تشكيلة الانتر بعد حين،
والانطلاقة صعبة لصالح فريق الانتر. ميليتو والفرصة الثالثة التي يضيعها ميليتو الفرصة الثالثة التي يضيعها منذ انطلاقة المباراة. فرصتان خلال المرحلة الأولى وفرصة أخرى خطيرة خلال هذه المرحلة الثانية. تغطية دفاعية ما زالت لعناصر ساسولو، ما زالت المعاناة كبيرة لعناصر فريق انتر ميلانو في هذه المباراة. كرة رجعت للخلف من عند لونغي، يلعب على الجهة اليمنى، البحث دائما عن الخطير بيراردي من عند رفيقه روسي. كرة في العمق لفكولار فلوكاري، وصلت لبيراردي يغطيها. محاولة التوزيع هنا والتغطية الدفاعية كانت من بريكي، حكم قال ضربة مرمى. بوتا ياخذ مكان ديغو ميليتو كما كان متوقع. طول كثير ديغو ميليتو اللي كان يخرج في نهاية الشوط الأول وليس الآن. ريبن بوتا اللاعب الأرجنتيني الآخر ياخذ مكانه في تشكيلة فريق إنتر ميلانو، 24 سنة. تلعب الكرة عن طريق هرنانيز، مساحات ضيقة هنا بالنسبة لعناصر فريق إنتر ميلانو. مرة أخرى ناغاتومو يتفوق عليه الروسي في خطأ، يقول حكم المباراة. تكبه الروسي طبعا روتا القادم الجديد من نادي تيغر في الأرجنتين. في بداية هذا الموسم لم يلعب كثيرا. دخول روتا معناه أن فريق إنتر ميلانو لا يملك قلب هجوم صريح بإمكانه أن يعوض ديغو ميليتو. باراسو يتفوق بالرأس، رجعت الكرة لروسي على الجهة اليمنى. شيبسا لم يتمكن منها، ولم يتمكن منها سيرجيو فلوكاري. تروح لجوارين، لم نشاهده كثيرا في هذا الشوط الثاني مقارنة بالمرحلة الأولى. جوناتان هيل الكرة يوصلها مباشرة لرفيق بوتا، يلعب لجوارين بحثا عن بالاسيو، الكرة لم تمر. ثم انطلاقة في هجمة معاكسة من جانب عناصر ساسولو وفي خطأ، في خطأ يقول حكم المباراة. يرتكبه الصغير روبن بوتا ليتلقى البطاقة الصفراء، أول بطاقة صفراء في حياته مع إنتر ميلانو روبن بوتا. روبن بوتا هو أصلا وسط ميدان هجومي تكون في بوكا جينيور. طبعا ترقل إلى الإنتر في الصيف الماضية. كرة تروح مباشرة لماروني في صراع، ما زال محتفظ بالكرة ماروني، وصلها لشيبسا. شيبسا يغير تماما من هناك على الجهة اليسرى ناحية أريودو. أريودو واللونغي محتفظ بالكرة، أريودو يطلبها فلوكاري، يرجع مرة ثانية لشيبسا في وسط الميدان. يوسف شيبسا محتفظ بالكرة، يلعبها كرة أرضية ممتازة، صعبة الكرة لخطيرة لصالح ساسولو من هناك على الجهة اليسرى. أين تنقل اللاعب بيراردي؟ فلوكاري يسترجع الكرة، محتفظ بها فلوكاري، يلعبها أرضية لبيراردي وللتماس، يقول حكم المباراة. جماهير الانتر العاشقة لفريقها طبعا عانت الويلات خلال هذا الموسم، تعاني عندما تشاهد أيضا الجار يوفنتوس تورينو يحتل الريادة ويسيطر ويضغط. من حسن حظهم أن الميلان الجار القريب ليس في أحسن أحواله، وإلا سأت أمور الجماهير الإنتر أكثر. وانطلق عن طريق اللاعب بوتا، زادت السرعة ممتازة لبالاسيو، والتغطية رائعة، تغطية رائعة على مرارتين، يلحق عليها ناغاتومو، يطلبها بالاسيو. ناغاتومو يفضل المراوغة، محتفظ بها ناغاتومو، يواصل ناغاتومو، ما زال محتفظ بالكرة.
يبقى أنا أمام لاعبين اثنين. ناغاتومو يبحث عن توزيع هذه الكرة مضطر للعودة إلى الخلف تماما لكوزمانوفيتش أو إرنانيز عفوا. غوارين 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 وكأن به تعب. شيب سيغطي كرته من أمام غوارين يلعبها في وسط الميدان. عودة من بوتا ثم للخلف مع كانافارو وبيونكو. كرة عرضية من هناك على الجهة اليسرى ناحية اللاعب ريودي. يواصل ريودي يلعب من هناك على الجهة اليسرى مع رفيقه أليساندرو لونغي. التوزيعة ممتازة في القائمة الثانية ولا واحد. لوكاري بعيد عليه توصل لناغاتومو يخليها لجوان. 25 دقيقة لعبنا منذ انطلاقة الشوط الثاني ما زالت النتيجة هدف مقابل صفر. وبالاسيو اختطفها بالاسيو ما زالت عنده الكرة بالاسيو. الحكم لم يقل شيئا. بالاسيو لبوتا وأول هدف وخلها الكرة من هناك. التسديدة التسديدة والدفاع الدخل. كرة كانت ممتازة من كوزمانوفيتش ضاعت لإنتر ميلانو الفرصة لإضافة الهدف الثاني. عندما تضيع يجب أن تنتظر أنك تتلقى هدف. ساسولو لم يخسر بعد المباراة صدقوني بأن ساسولو لم يخسر بعد لن يخسرها إلا عندما يتلقى هدفا ثانيا. شيبسا عنده الكرة الآن من هناك يلعب على الجهة اليسرى مع أليساندرو لونغي. لونغي مع جوناتان غوارين تصور بأنه سيخرج لأنه نال منه التعب. لم يعد غوارين الشوط الأول ولم يعد غوارين الذي نعرفه. كرة من هناك التغطية من رونالدو للركنية كل حكم المباراة. هاي الإعادة مرة ثانية للكرة الصعبة والخطيرة. بالاسيو اختفها والحقها ومر لها على الطبق. هنا لبوتا فات بوتا والحق عليها كوزمانوفيتش يسدد قوة والدفاع يتدخل وينقذها أو الحارس يتدخل وينقذها. الركنية لساسولو صعبة مرفوعة في القائمة الثانية خطيرة الرأس وفي خطأ. نعم في خطأ من باولو بيانكو. هنا 36 سنة ارتقى فوق الرؤوس فوق لاعبي فريق الانتر ولكن استعمل مرفق يده. من 7-0 في لقاء الذهاب في ساسولو الى 1-0 بصعوبة بعد 72 دقيقة لعب في هذه المباراة. بيرتو ميلاسانو يتشاور مع مساعده ما العمل كيف يجب ان نتصرف من اجل تعديل النتيجة على انتر ميلانو الذي لم يعد الانتر الذي نعرفه او ليس بالانتر الذي نعرفه. كرة من هناك من رونالدو بالراس. جوناتان فتو خرج التماس. يقول حكم المباراة لصالح نادي ساسولو من هناك. تلعب الكرة في الخلف مباشرة ناحية بيونكو على الجهة اليمنى. يوصل عليها لساندرو روسي. روسي يبحث عن المراوغة من أمام ناغاتومو. انطلق روسي ويسقط وناغاتومو يتفوق. بوتا يستفيد من تماس بعد تدخل شيبسا. شوط ثاني خاصة منذ تسجيل الانتر لهدفه الأول صار مفتوح أكثر ولكن المعاناة كبيرة بالنسبة لإنتر ميلانو. أي نعم مفهوم أن المعاناة تكون كبيرة بالنسبة لنادي ساسولو لأنه يلعب خارج قواعده أمام إنتر الجريح ليبحث عن أول فوز له في سنة 2014 ولكن يبقى وأنه ألعب مباراة شجاعة. اليوم فريق ساسولو في المستوى. ناغاتومو عنده الكرة الآن. يراوغ ناغاتومو يراوغ ناغاتومو يلعبه وسرة لبوتا يغطي كورتو. هايل الكرة من عند الأرجنتيني. بوتا يكثر ويستفيد من تماس. التغيير الآن الثاني في تشكيلة فريق ساسولو. خروج باولو بيانكو. ودخول اللاعب سيموني ميسيرولي. طبعا لم يعد له خيار آخر. فريق ساسولو عنده ورقة يلعبها في الهجوم بإقحام هذا المهاجم ميسيرولي مهاجم إضافي هو وكذلك يلعب مع فلوكاري في الخط الأمامي بمساعدة اللاعب بيراردي على الجهة اليسرى.
ناغاتومو في التوزيع هايله في القائمه الثانيه والدفاع يدخل ويخرجها من هناك عن طريق الريودو. يرجع اليساندرو الروسي الى الخلف وضعيه مدافع اوسط في مكان اللاعب بيونكو اللي خرج. مزاد الخطوره دائما هايله. التمريره من هناك على غوارين. التمريره كانت رائعه من بوتا. مزاد الخطوره جوناتان. جوناتان عنده الكره. جوناتان يلعب ارضيه ممتازه ناحيه بوتا يغطي كورتو. بوتا محتفظ بها يلعب لغوارين. ماهوش بتسلل غوارين والحارس. تمريره من غوارين لبالاسيو ولكن الحارس بيقولوا كان رائعا ليس فقط في هذه اللقطه ولكن رائع في كل المباريات لحد الان. ربع ساعة الأخيرة الآن من عمر اللقاء. بوتا لم يتمكن منها. تروح في وسط الميدان من عند اللاعب ماروني. تلعب على الجهة اليسرى من هناك ناحية لونغي أو ناحية ميسيرولي. ميسيرولي كرة في العمق. هاي الكرة هذه لصالح بيراردي. يغطي كورتو بيراردي. هاي التمريرة ممتازة. أوه ولكنها بعيدة على لونغي. وإلا التمريرة والنية في التمرير كانت رائعة جدا. من هناك على الجهة اليمنى من الخط الخلفي لدفاع الانتر. كرة طويلة البحث عن بالاسيو لم تصل. تغطية دفاعية من هناك عن طريق اللاعب بريجي. تضيع مرة ثانية. تسترجع من غوارين. متسلل نعم نعم يا بالاسيو انت متسللا. وضعية التسلل واضحة هنا من الارجنتيني بالاسيو. كثار لاعبين من أمريكا الجنوبية في نادي الإنتر سواء من الأرجنتين أو من البرازيل. في انتظار التغييرات التي قد يحدثها المدرب فريق إنتر ميلانو للحفاظ على هذه النتيجة لأنه لم يبقى الوقت. ولكن يبقى وأنه فريق ساسولو بإمكانه أن يعود في المباراة في أي لحظة من لحظاتها. فوز هكذا بهدف لصفر غير مطمئن تماما بالنسبة للإنتر. كرة طويلة تغطية دفاعية هنا عن طريق كانافارو. تسترجع من هناك على الجهة اليسرى عن طريق أريودو. يلعبها في الوسط مع بريجي. ماتيو بريجي على الجهة اليمنى يوصلها مباشرة لرفيقه بيراردي. يغطي الكرة بيراردي ببراعة يوصلها من هناك على الجهة اليسرى ناحية اللاعب ميسيرولي. ميسيرولي وسهلة لسامير أندانوفيتش بعيدة تماما على بيراردي وعلى سيرجيو فلوكاري. ناغاتومو الياباني انطلق على الجهة اليسرى. ناغاتومو ممتاز يلعبها لبالاسيو ماهوش متسلل خرج من المراقبة معاه باولو كانافارو. أولالا أولالا قوة كبيرة عند كانافارو في التدخل هنا ينقذ الموقف ويخرج الكرة للتماس. اي اي يلعب الكرة نعم. ناغاتومو مع بوتا. ناغاتومو احتفظ بالكرة يرجع للخلف. ارنانيز سامويل ترجع لبوتا على الجهة اليسرى يلحقها. بوتا مع ناغاتومو يفضل يوزعها مرفوعة بشكل رائع والدفاع كاد غوارين يلحقها. عودة موفقة لدفاع فريق ساسولو أنقذ الموقف ورجع الكرة لحارسه. تغييرا في تشكيلة فريق ساسولو مقابل تغيير واحد بالنسبة للإنتر. دخول بوتا في الجهة المقابلة. دخل شيبسا خلال الشوط الأول ثم منذ حين ميسيرولي أخذ مكانه في وسط في مكان المدافع باولو بيانكو متأثرا ربما بالإصابة. اضطرت المدرب إلى إخراج وعودة أليساندرو روسي إلى الخلف. فلوكاري وصل مباشرة لشيبسا لم يتمكن منها كوزمانوفيتش ثم يرمانيز. صار الآن متوقف فريق إنتر ميلانو يلعب في أماكنه. فريق إنتر ميلانو ما عدا بالاسيو الذي يتحرك وبوتا الذي دخل منذ حين. فلورو فلوريس مهاجم آخر إذن يأخذ مكانه في مكان فلوكاري. أنطونيو فلورو فلوريس هو اللي يدخل. والتر سامويل أيضا راح يخرج ويخلي مكانه.
مسجل الهدف الوحيد في المباراة لصالح فريق إنتر ميلانو الأرجنتيني 36 سنة يخلي مكانه في هذه اللحظات في مكان كومبانيارو دون شك. تغيير منصب بمنصب، نعم كومبانيارو هو اللي خد مكانه. فلوريس اللي جاء في هذا الميركاتو على سبيل الإعارة، لاعب اللي تألق في سامدوريا في دينيس في جينوا، لعب موسم واحد في غرناطة في الدوري الإسباني قبل أن يتنقل إلى نادي ساسولو، يأخذ مكانه في الخط الأمامي. ثالث تغيير في تشكيلة نادي ساسولو، في حين كامبانيارو هو ثاني تغيير في تشكيلة فريق إنتر ميلانو في الخط الخلفي، لأن وولتر سامويل إما يعاني من إصابة أو نال منه التعب، لذلك فضل المدرب أنه يغيره يأخذ مكانه أرجنتيني آخر هو إيغو أرموندو كامبانيارو. أرجنتيني قادم من نابولي طبعا كامبانيارو، توزيعة خطيرة وصعبة لصالح فريق ساسولو، والتغطية من هناك عن طريق جوناتان. جوناتان مازال محتفظ بالكرة، يلعب مع كامبانيارو، يرجع لحارسه سامي راندانوفيتش. دخلنا العشر دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من أمر المباراة. عناصر ساسولو انطلقت الآن في محاولة لتعديل النتيجة. التغطية من جوان يوصل مباشرة لبالاسيو في حاجة لمساندة. راح الأرجنتيني، راح الأرجنتيني مع كانافارو، أرجنتيني وكانافارو، بالاسيو بالاسيو، لا 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 يا بالاسيو، لا الكرة خرجت ضربة مرمى يقول حكم المباراة. أمام عملاق اسمه كانافارو قائد فريق ساسولو في هذه الكرة الثنائية بين اللاعبين. انطلاقة أخرى وصعبة من جانب عناصر نادي ساسولو، وصلت من هناك على الجهة اليسرى لفلورو فلوريس. أنطونيو فلورو فلوريس عنده الكرة الآن، يوزعها مرفوعة هينة في القائمة. تاديو يا جوانو، ما زالت الخطورة دائما. التغطية الدفاعية عن طريق بوتا، بوتا يوصل لباراسيو، انطلق من هناك بالاسيو، يوصل دائما عنده الكرة، بالاسيو خطير، بالاسيو بالاسيو يوصل لبوتا، والتسديدة فوق المرمى، التسديدة من بوتا فوق المرمى مرت بعيد. كرة صعبة عن طريق بيراردي لم يتمكن منها، ولكن ما زالت عند عناصر فريق ساسولو على الجهة اليمنى. يطلبها المدافع أليساندرو روسي من عند رفيقه شيبسا، روسي يرفعها في القائمة الثانية، خطيرة وصعبة بالرأس، خطيرة فلورو فلورو فلوراس مثل ما جاءت، كاد يعدل النتيجة في كرة صعبة. تذكرون بأنني قلت لكم لو تمكن الإنتر من إضافة هدف ثاني قد يعود فريق ساسولو في نهاية المباراة، قد يعود ويعدل النتيجة. سفير طيدال يأخذ بدوره مكانه في مكان دراكو كوزمانوفيتش. في الثمان دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة في محاولة على الأقل للحفاظ على النتيجة، بوتا لم يتمكن منها، وصلت من الناناز ناغاتومو في التغطية، ناغاتومو يصارع من أمام المدافع أليساندرو روسي، يتفوق عليه ويخلي الكرة تخرج ضربة مرمى.
الكرة هذه رونالدو في التغطية هنا، الحكم لم يقل شيئا، خل ركنية أم ضربة مرمى. خمس دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من أمر هذه المباراة المتعبة والشاقة والصعبة، وهذا الفوز الذي إن تحقق سيكون الأول لإنتر ميلانو خلال سنة 2014. وسيكون الثاني في آخر 10 مباريات بالنسبة للإنتر إثر هدف ثامن من كرة ثابتة ناكاتومو مرفوعة في القائمة الثانية، والدفاع يتدخل وينقذ الموقف. ما زالت الخطورة دائما تروح لسلي غوارين، غوارين لم يتمكن منها وانطلق في هجمة معاكسة، هاي خطيرة وهي صعبة لصالح نادي ساسولو. أربع مهاجمين أمام ثلاثة، أوه خروج موفق من رولاندو هنا في هذه الكرة، ثم ناكاتومو. أعتقد وأتصور وأنا متأكد من أن المدرب والتر ماتزاري في قرارة نفسه يقول لناكاتومو ماذا تفعل في هذا المكان في لعبة هجومية بهذا الشكل. بوطا يوصلها من هناك على الجهة اليمنى، توصل مباشرة لمن؟ لصالح سفير تايدير بيمناه، سفير تايدير يرجع فيها الوسط لبوطا، سفير مرة ثانية، بوطا مرة أخرى في محاولة لربح بعض التواني، بوطا والتايدير يرجع له مرة أخرى من هناك. لاعبان دخل منذ حين، تاز الكرة هذه لصالح عناصر فريق إنتر ميلانو. من هناك مع جوناتان، جوناتان يراوغ يرجع للخلف تماما مع كومبانيارو، رونالدو، جوان على الجهة اليسرى، جوان ناكاتومو، دخل جوان، بالاسيو، بالاسيو يرجع لناكاتومو، كرة لم تخرج، لم تخرج، لا الحكم قال خرجت، الحكم قال خرجت، تماس لصالة عناصر إنتر ميلانو. الكره من عند جوان الان في التماس، ثلاث دقائق الاخيره من عمر المباراه، بصعوبه كبيره جدا انتر ميلانو من كره ثابته متفوق على ساسولو بهدف مقابل صفر سجله وولتر سامويل من راس من ركنيه، كانت او كان اول اهدافه هذا الموسم مع فريق انتر ميلانو. هنا خطا يقول حكم المباراه ضد الروسي لصالح هرنانديز. طبعا لعب شوط اول في المستوى ولكن اختفى في الشوط الثاني إرنانيز مثل ما اختفى غوارين. كرة في المخالفة، إرنانيز في التنفيذ، لمن يا إرنانيز؟ عدد كبير من مدافعي فريق ساسولو في منطقتهم يتفوقون، توصل مباشرة للشيبسا، ترجع مرة ثانية من عند جوان، وتغطية أخرى دفاعية فيها خطأ، يقول حكم المباراة ارتكبه بالاسيو. تسمعوا في جماهير الإنتر ينتظرون إعلان صافرة الحكم، إطلاق صافرة الحكم نهاية هذه المباراة لكي يتحرروا كلية ويتنفسوا الصعداء ويصرخون بأعلى صوتهم بأن فريقهم في نهاية المطاف تمكن من الفوز خلال سنة 2014. اسمعوا جيدا لهذه الأصوات التي تتعالى في المدرجات وتنتظر صافرة حكم المباراة معلنة عن نهايتها. تجمع عدد كبير من اللاعبين، ما زالت الكرة لصالح عناصر ساسولو، ثم إرنانيز يتفوق. دقيقة بقات قبل نهاية الوقت الرسمي. على فكرة فريق ساسولو من أكثر النوادي في الدوري الإيطالي من سجل لاعبوه أهدافا ضد مرماهم، عددها أربعة أهداف سجلها عناصر فريق ساسولو ضد مرماهم. إنتر ميلانو بفضل هذا الفوز يرتقي إلى المركز الخامس، ربقة فيرونا ب 36 نقطة.
طبعا هو يبحث عن المركز الرابع ثم الثالث لما لا مع فيورنتينا اللي قبله وكذلك نابولي فرق كبير، ولكن يبقى أنه كان بحاجة فريق إنتر ميلانو إلى هذا الفوز على الأقل معنويا، ليس فقط فنيا ولكن فوز معنوي يسمح له بالتحرر والانطلاقة في سنة 2014. كرة في التماس عن طريق أليساندرو روسي يوصل لفلورو فلوريس كومبانيرو في التغطية، يرجع لجوناتان في الخلف، جوناتان مضطر لأن يرمي كرة بعيدة تماما. الوقت الرسمي انتهى الآن في ظرف 90 دقيقة، الانتر بصعوبة متفوق بهدف لصفر، الحكم يقول دقيقتين من الوقت بدل الضايع. تغطية دفاعية هنا رائعة من هناك عن طريق ريودو يخرجها للتماس، نعم دقيقتان شاهدنا ذلك. بوتا يضيع الكرة هذه تروح تماس لعناصر ساسولو، كرة طويلة وسهلة لسامير أندانوفيتش، طلب منه في البداية العودة إلى مكانه ثم وجد نفسه سامير أندانوفيتش مضطر لكي يلحق على هذه الكرة. دقيقة فقط من الوقت بدل الضايع، نهاية صعبة بالنسبة لعشاق انتر ميلانو ولاعبو انتر ميلانو في هذه المباراة قبل أن يحرزوا أول فوز لهم. بس نعود نذكر مشاهدي الأفاضل بأنه أول فوز للإنتر خلال سنة 2014 التي تحصل فيها على نقطتين من أصل خمس مباريات، يعني من أصل 15 نقطة تحصل فقط على نقطتين، فوز واحد كان في العشر مباريات الأخيرة، هذه المباراة 11 هو الفوز الثاني لفريق انتر ميلانو من مباراة سجل فيها هدف الثامن من كرة ثابتة. ناغاتومو على الجهة اليسرى آخر كرة انطلق زاد في السرعة، ناغاتومو يلعب لغوارين، غوارين قوية من غوارين، رجعت من هناك لبوتا، بوتا يغطي كرته مع غوارين، يسدد بوتا والدفاع الحارس يردها. فرصة أخرى ضاعت لفريق انتر ميلانو من بوتا، التغطية والانطلاق على الجهة اليمنى من جانب عناصر فريق ساسولو ثم خروج رائع من جوان مع بالاسيو لناغاتومو، ناغاتومو دخل بالاسيو محتفظ بالكرة، أوف الحكم صفر، هكذا قال عشاق فريق انتر ميلانو عندما صفر الحكم نهاية المباراة بفوز معنوي أكثر مما هو فني للإنتر. ثلاث نقاط جد مفيدة أمام فريق فاز عليه في لقاء الذهاب 7-0. في مثل هذه المواقف يقال بأن الفوز أهم من النتيجة، أهم من الأداء. شكرا جزيلا للمشاهدي الأفاضل على حسن المتابعة، ألقاكم بخير بإذن الله. مهند وضيوفك تفضلوا بعد لحظات. شكرا لحفيظ الدراجي. مباراة الإنتر ساسولو تنتهي لصالح أصحاب الديار بهدف نظيف سجل في الدقيقة 3 من بداية المباراة أو من بداية الشوط الثاني برأسية سامول. الإنتر فاز، لكن هل الإنتر أقنع؟ هل الإنتر وصل إلى التشكيل المثالي الذي من شأنه أن يعطي للإنتر دفعة في مرحلة الإياب حتى يصل الإنتر على أقل تقدير بين الأربعة الكبار؟ هل الإنتر بعد قدوم إرنانيز سيقنع الجماهير التي أعانت والتي تساند الفريق وقت الأحزان قبل وقت الأفراح؟ هل إنتر ماتزاري بهذا الفوز سيجد الحل في مستقبل الفريق؟ هل الإنتر بهذا الانتصار فك عقدة عام 2014 لأنه أول فوز بالنسبة للإنتر في العام الجديد وليس جديد، مر على العام شهران حتى الآن والإنتر يحقق أول فوز؟ دعونا نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود ونتحدث عن أحداث المباراة بشكل عام، عن الشوط الثاني، عن الإنتر، عن ماتزاري، عن الحلول، عن جمعية الإنتر، عن فرديات الإنتر، كل ذلك بعد فاصل قصير، فتكرموا بالبقاء معنا. أفكارك الجنونية، رؤيتك الحالمة، خططك المنسية، ومشاريعك المستحيلة، هاتها لكي ترى النور مع البنك الأقوى في العالم.
think of all the things that we could be and do. تروبيكانا فروتس يجمع أحلى عالمين، مذاق الفاكهة مع انتعاش الفوار. تروبيكانا فروتس، ألذ لقاء بين الفاكهة والفوار. فورد فوكس، السيارة الأكثر ذكاء للجيل الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو الخاص بالمباراة الأخيرة لصالح الجولة 23 من الكالشو بين إنتر ساسولو. الإنتر فاز، إنتر حقق الفوز ألساندرو، أول فوز عام 2014 في جوزيبي مياتزا أمام الأنصار. لكن هل الإنتر أقنع ألساندرو التوبيلي؟ هل الإنتر وصل إلى المجموعة المثالية، إلى الوصفة التي يمكن من خلالها مواصلة سكة الانتصارات؟ أم هناك عشوائية في فريق الإنتر؟ هل الإنتر مفلس خصوصا في الخط الأمامي بعد أن استهلك بالاسيو مرحلة الذهاب؟ وهل نأمل الكثير من إرنانيز في مستقبل أو في قادم الأيام لتقديم الإضافة في وسط الملعب؟ حقيقة هناك الكثير من علامات الاستفهام. دعنا نبدأ بأول علامة استفهام تطرحها أنت ليساندرو علينا. انظر بصراحة مباراة اليوم كانت مهمة جدا، وأهم شيء كان الفوز. الإنتر لا يفوز منذ 10 جولات ولم يفز في السنة الجديدة، كان يحتاج لفوز لفك النحس مثلا عقدة السنة الجديدة. لا يفوز منذ 10 جولات وحتى الجمهور بالتأكيد كان سوف يتذمر عند أول خطأ. إذن أول هدف تم تحقيقه هي الآن الإنتر المركز الخامس بالتأكيد في مركز اليق بالإنتر، لأن المركز الأول للإنتر وروما ونابولي، المركز الرابع هو فيورنتينا، فرق قامت بالاستثمار وبعد ذلك أتى الإنتر. هذا الانتصار بالتأكيد يرفع من معنويات الفريق، ولكن لاعب الفريق الذي يشغل المركز قبل الأخير قبل هذه المباراة تعادل ضد الكالياري وفاز على ميلان، وبعد ذلك 7 هزائم. لذلك لعب الإنتر ضد فريق سهل بالتأكيد. ساسولو لم يفعل أي شيء، لم يخلق الإنتر أبدا، ولكن حتى على صعيد الأداء سجل الإنتر إثر كرة ثابت، سجل مدافع سامويل. هذا يعني أن الأمور لا تزال صعبة. الإنتر بدأ باللعب بمهاجمين وانتهى في نهاية المطاف بمهاجم واحد. لماذا؟ لأن مازاري غطى، لأنه كان يخاف من الهدف. في نهاية المطاف أخرج حتى كوزمانو جدي يلعب أمام الدفاع ليقحم لاعب دفاعي ألا وهو تايدر. تكتيكيا فهمنا أن مازاري في البداية يلعب بمهاجمين، بعد ذلك في الشوط الثاني أقحم بوتا لأنه يريد مساندة بالاسيو، بعد ذلك عزز خط الوسط للدفاع عن النتيجة. ندرك أن الإنتر يمر بفترة صعبة، لذلك يلعب أمام ساسولو في جوزيبي مياتزا. قلت هذا الشيء في آخر مباراة ضد كاتانيا المتذيل، الترتيب العام تعادل 0-0. إذن اليوم الأهم شيء هي نقاط الثلاثة. الآن عندما ننظر للترتيب العام لإنتر المركز الخامس بعد الفيورنتينا،
سوبرادو الآن متعادل مع فيرونا، ولكن للمواجهة المباشرة الإنتر متفوق على فيرونا، عليها أن يرمم المعنويات من الآن فصاعدا على الإنتر أن يلعب بشكل أفضل. متسع من الوقت لأن أغوارين عن بعض المشاكل، وهذه مباراته الأولى. هرنانس أتى قبل أيام قليلة، بوتا بدأ الآن في اللعب بشكل مستمر، ميليتو تيحت له ثلاثة فرص وليس في أوج العطاء، وعلينا أن نسترجع ناغاتومو. جوناتان الذي يبدو ضائع، هناك عمل كبير أمام متزاري. هذا الانتصار مهم. في الذهاب الإنتر فاز بسبعة، في الإياب الإنتر يفوز بهدف برأسية من صامويل من ركنية. وصلت إلى إحساس أو شعور بأن لو الحكم أضاف 90 دقيقة أخرى الإنتر لا يستطيع التسجيل. بالضبط، تغير الحال بين الذهاب وبين العودة. في مباراة الذهاب الإنتر فاز سبعة، ميليتو سجل هدفين. هذه المباراة ميليتو أضاع هدفين واضحين لنبين مد هذا منهم. هذا الهدف، هذه فرصة كبيرة كان يمكن ميليتو يسجل أصعب من هذا. يعني لما تلاحظ هذه الإحصائيات أو هذه الفرص يمكن أن نتكلم على إنتر في فترة شك، يعني مجموعة كاملة في فترة شك. ماذا يمكن أن نطلب من فريق لم ينتصر من 10 مباريات؟ ماذا يمكن أن نطلب من الإنتر الذي لم يحقق شيئا طيل الفترة الماضية؟ هل نطلب منه الانتصار مع الإقناع؟ يكفي الانتصار بالنسبة إلى الفترة الحالية. هذه 3 نقاط مهمة جدا، في غياب الإقناع، في غياب التكامل، في غياب الفرجة. يعني هذا الانتصار و3 نقاط. ربما المشاهد يختلف معك سمير، لو في حال الإنتر فاز في ساسولو بهدف نظيف يضر كل هذه الظروف ربما نستوعب نتفهم الأمر، لكن في السانسيرو أمام الأنصار ومن أدراك بهدف برأسية، ومن أدراك مهند أن مباراة الإنتر في ملعبه هذا المساء أقل صعوبة وأسهل من مباراة ساسولو. الإنتر كان أفضل حال مهند، ساسولو لم يقلق الإنتر أبدا، هي كرة ثابتة من بيراتي الشوط الأول. سنتكلم على ذلك، ولكن أنا نحب نبني كلامي من العام ثم ندخل في الخاص. تمام. العام أنه 3 نقاط مهمة جدا لأجواء الفريق، لراحته، لإمكانياته، لمعنوياته، للتحضير للمستقبل، هذا مهم. لكن أن تقول لي أنه الإنتر لم يقنع، لم يقنع بتاتا الإنتر. الإنتر كان هناك في عدد كبير من الصعوبات. لاحظ الإنتر في الشوط الثاني يهاجم عن طريق الأطراف، ناغاتومو على اليسار هذا اللي عنده الكرة، وجوناتان على اليمين، يعني يريد الهجوم، يعني فكر في الهجوم. هنا شوف البطء سمير، لاحظ هنا ناغاتومو هو اللي شارك في الهجمة الأولى، ثم من اللاعب الذي أتمم الهجمة؟ جوناتان. يعني أطراف الإنتر يمين وشمال تهاجم بأي طريقة، هذا هو السؤال. هل هناك عنصر مفاجئ؟ هل هناك تغيير في النسق؟ هل هناك اللاعب الذي يأتي من الخلف ويحدث الخطر؟ غير موجود. وبالتالي نتكلم على إنتر واضح الرؤية بالنسبة للمنافسين، ليس هناك عنصر المباغتة، الرتم، النسق، وهذه مشاكل الإنتر. اليوم الإنتر وجد عدد كبير من الصعوبات. عندما يكون الإنتر فايز 1-0 ومتزاري يفكر في الدفاع، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك شك في المجموعة ولا بد على الإنتر أن ينتصر، ولذلك متزاري يفكر في تأمين دفاعه في أواخر المباراة. ولو أن ساسولو لو هاجم أو جزف لسجل أهداف، لأن دفاع الإنتر كان ضعيفا ولم يختبر هذا المساء. لاحظ الإنتر أصبح يلعب عن طريق المرتدات، 8 لاعبين في منطقة الإنتر تقريبا في آخر 35 متر من الملعب، ثم يحاول أن يرتد عن طريق من؟ عن طريق نجمه الأول بالاسيو الذي تألق. صحيح أنه لم يسجل، شوف هنا لاحظ العمل الكبير لبالاسيو، ولكن بكل أسف اللمسة الأخيرة كانت غائبة. إذا هذه التمريرة كان يمكن أن تكون إلى الأمام ويمكن أن نسجل هدف. يعني بالاسيو نجم الفريق لا يستطيع التمرير بطريقة سليمة إلى المهاجم الآتي من الخلف. هذه الصور، هناك من يشفق على بالاسيو في الإنتر سمير، وكنت تكلمت على بالاسيو في عدد كبير من المناسبات، مهاجم وحيد. لو تلاحظ اليوم رغم أن المردود العام للإنتر كان مردود متواضع،
ولكن بالاتسو عندما لعب إلى جانب ميليتو تحرك كثيرا، استغل المساحات، وفر لميليتو ولباقي زملائه عدد من الكرات. صحيح أنه لم يسجل، غابت النجاة على الانتر كلها، ولكن بالاتسو يجد راحته عندما يلعب مع مهاجم ثاني. وبالتالي اليوم بالاتسو أحسست أنه يلعب براحة، تحرك، استغل المساحات، ولكن التوفيق من عند الله لم يكن موفقا هذا النجم الكبير. أليساندرو في لحظات من عمر الشوط الثاني أشعر أن هناك عشوائية في فريق الإنتر، أشعر أن بعض اللاعبين كان لا مبالاة، كان كل لاعب يريد أن يعتمد على اللاعب الآخر، لا يريد أن يتحمل المسؤولية في شيء. أعتقد أنه علاجه يكمن في النفسية، في كيف يتعامل المدرب أو الإدارة أو الجهاز الفني مع اللاعب من الناحية النفسية، من الناحية المعنوية. في إحباط واضح، في إحباط في الفريق. بالتأكيد ليس من السهل أن تلعب بسان سيرو عندما لا تفوز لتسع جولات على التوالي. عندما تستقبل أو تروض الكرة الجمهور يعاني ويستهجن، لذلك اللاعبين يلعبون في الإنتر يشعر عليه ما يتحمل المسؤولية. أنت تلعب للإنتر، هناك عناصر تتحمل المسؤولية وعناصر لا. للاعب في ميلانو في سان سيرو تحتاج إلى عناصر بخصائص كثيرة، وأهم الخصائص الشخصية. لا يجب ألا تخاف، يجب ألا تخاف من الاستهجان، يجب أن تفرض نفسك وشخصيتك، وإلا سوف تضيع تغرق. اليوم في الشوط الثاني الإنتر استرجع بعض الشيء، الاستعدادات والهوية. هناك بعض الشخصيات، غوارين الذي دخل وعاد بعد الصفقة والفوضى والمعمعة، هو تحمل المسؤولية. نعم يسدد من بعيد ويبالغ في هذا، ولكن على الأقل موجود هرنانيس حتى قبل أيام قليلة لاعب فني جدا، الآن لم يتأقلم بعد الرصيد التكتيكي. أعتقد أنه لا يزال متراجع كثيرا، عليه أن يستغل خصائصه في الهجوم، فممتاز جدا عندما يهاجم لا عندما يدافع. شكل هرنانيس في وسط الملعب كيف شاهدته؟ تقييمك لهرنانيس؟ devo dire che mi aspettavo di più ma lui lui è un buon giocatore ولكنه لاعب جيد وبالتأكيد سوف يصنع الفارق بمرور الوقت. ولكن أعتقد العصيد التسديد لم يكن جاهزا، سدد فقط في مناسبة وحيدة ولكن لم يصل أبدا لمناطق ساسولو، عليها أن يصل وأن يتوقع في أكثر من مناسبة. Facendo tutti questi calcoli, إذن كل هذه الحسابات وكل هذه هي التقييمات، أعتقد أن الشيء الوحيد الواضح وجلي النتيجة. في كرة القدم خصيصا في هذه الفترة، حتى عندما تلعب بشكل جيد ولا تفوز هنالك مشاكل. لذلك اليوم قبل أي وقت وأكثر من أي وقت كان من المهم، هو النتيجة، الفوز. في حال لم يفوز الإنتر حينها كانت بالتأكيد أزمة كبيرة، حتى بالنسبة لمازاري ولعناصر أخرى. حاليا هذا الانتصار يساعد الكل. طيب سمير، في حال اقتنعنا بأن الأهم بالنسبة للإنتر هو الفوز في هذه المباراة، هل هذا يعني أن بعد الانتصار يتم تقييم المدرب، يتم تقييم اللاعبين خصوصا القادمون الجدد مثل هرنانيز في مواجهة تلعب في فلورنسا في الأرتيميو فرانكي أمام الفيولا؟ لا يمكن تقييم عمل مدرب أو لاعب أو مردود لاعب من خلال مباراة أو مباراتين، هو التقييم على 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 حاليا نفك النحس على ذهبة اللعنة. صحيح، على ما راح، وأنا نظن أنه الإنتر سيكون أفضل في المباريات القادمة وليس في الجولة القادمة، لكن في المباريات القادمة سيكون أفضل. أنت تتكلم على فريق كبير دخل فيه الشك، والشك يقتل، وبالتالي الشك هذا أخلق جو غير سليم في وسط المجموعة، مع ضغط الأحباء، مع مشاكل الإدارة، هذا كلها ولدت إنتر يلعب مرتبك. ولذلك تكلمت على إرنانس، دخل في ظروف صعبة جدا، ولكن رغم هذا أدى أداء محترم وأداء طيب، وبالتالي هذا يحسب له. الإنتر بعد هذا الانتصار يستطيع أن يبني من جديد، أن يعمل في ظروف أحسن، أن تكون معنوياته مرتفعة نوعا ما. لولا حد
لأنه لولا حال تعدد الفرص التي ضاعت، ميليتو لاعب كبير لا يضيع مثل هذه الفرص، ولكنه أضاع. اليوم بالاسيو لم يسجل، اليوم غوارين لم يسجل، إذن هناك شك، هناك تسرع، هناك ضغط، وبالتالي لو لاحظت ردة فعل الأحباء بهدف لصفر هم كانوا مسرورين وفرحانين بالانتصار، هم يدركون أن الانتصار ربما يساعد فريقهم على الخروج من عنق الزجاجة ومن كل هذه المشاكل. أنا اعتقادي راسخ أنه بداية من الغد سيعمل إنتر بأكثر راحة ويكون مردوده أفضل سواء فرديا أو جماعيا. يمكن للإنتر أن يعوض بشكل كبير لأنه استفاد جيدا من هذه الجولة بتعادل فيرونا، ولو فاز على الفيولا وهذا صعب على الإنتر هناك في فلورنسا سيكون أكبر المستفيدين. إضافة أخيرة من أليساندرو سريعا قبل أن ننهي هذا الاستوديو. فيما يخص الإنتر أعيد وأكرر لأن يبدو لي ابتسامة طريقة الإنتر فاز، أعطينا ابتسامة. بتأكيد اليوم أنا سعيد، ثلاث نقاط ذهبية يوم الأحد هنا لكم مباراة مصيرية. هذا وجهه يشجع في فريق فايز، فريق فايز. الابتسامة عندما تفوز وبأداء إن لم يحن الوقت.